بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الحضور، أرحب بكم في مركز عبد الرحمن كانو في هذه الأمسية البيئية الثقافية، اللي طبعا احنا شهدنا العديد من الاحتفالات للبيئة ورعاية الطفولة أو الطفل العربي قبل، بس هذه يتراول الليلة مميزة بتميز صاحبتها ووجود أهل وجوه النير الليلة معنا. طبعا أنا قبل لا أبتدي مقدمتي أو أبتدي كلمتي، أولا أحب أرحب ضيوفنا الكرام اللي دائما إحنا نعتز وجودهم، أحيانا لا يكونون أول مرة أو ما يجونا دائما، فإحنا نقول أهلا وسهلا وإن شاء الله ما أنسى يعني البعض. طبعا ارحب بسفير المغرب الاستاذ سعاده السفير احمد رشيد الخطابي وحرمه، وارحب بوكيل وزاره العمل الاستاذ صباح الدوسري، وارحب من المملكه العربيه السعوديه الاستاذ عبد السلام الرويشد والاستاذ طلال الرشيد. طبعا الاستاذ عبد السلام الرويشد هو رئيس البيئه في الهيئه العامه للمياه بالمملكه العربيه السعوديه، وطلال الرشيد الاستاذ طلال الرشيد رئيس مجلس اداره اصدقاء البيئه. وارحب بالاستاذ وليد النمري. لكم التحيه الاخوه والاخوات الحضور جميعا. طبعا انا قبل أدش في الأمسية، هناك كلمة أو بالأحرى كلمة حق في حق هذه السيدة الفاضلة اللي قاعدة بجنبي، ولا يمكن تجاوز الأمسية قبل ما أقول ما سطره القلم اليوم في حقها. نحن الليلة في حضرة امرأة فاضلة، هي أميرة البيئة وسيدة اللون الأخضر في بلادي. يسري حب البحرين في عروقها وأوصال أوصالها، ويتفجر الدم في أحاسيسها إذا لامس عارض صحي جسد الوطن. علم البحرين متجذر في ضلوعها، الأحمر دمها والأبيض عفة نيتها ونقاء إيمانها. تحدت آفات وعاهات البيئة بكل أشكالها، كسبت بعض الجولات وخسرت الكثير من الجولات. أراها في صراع النخيل مع مد الطوب والإسمنت على الحزام الأخضر. أراها في أنين السواحل تحت زحف النفايات والمخلفات. أراها في هلاك مراعي الأسماك القارقة في وحل التلوث والصرف الصحي. أراها في بكاء سلحفة جريحة تنادي نجدة العافية. أراها في رعونة سائق فضل لقمامة سيارته أن تخرج لتهين نظافة الشارع. يتعب الوعي عند من لا يعي، ويتعب الصوت في مدى لا يرد الصدى، ويتعب الظفر الصغير في نديته للناب والمخلب. يا للأسف، كثيرة رسائل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى التي لم تفهم بعد ولا زالت تحت الترجمة والتفسير عند البعض برغم لغتها العربية الفصحى.
نعم يخيب ظن البعض، يخيب ظن النص البليق عندما يقع في يد من لا يجيد القراءة، ويخيب ظن الصورة الجميلة أمام عمل ألوان. نحن الليلة في شرف اللقاء بأميرة البيئة، نحن اليوم في شرف اللقاء بأميرة البيئة والعمل التطوعي الدكتورة خولة المهندي، وبالأصالة عن نفسي وكل الحضور أمد يدي غصن ورد وأنفاسنا رحيق زهر لك ولكل أعضاء جمعية البيئة وأصدقائها لهذا الصمود والتحدي لتنعم بيئتنا بالنقاء والصفاء، ونشد على أياديكم ونقول ما أصعب التنفس في زحمة الدخان وتحت سحب الأبخرة السامة، مؤمنين بالحكمة التي تقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ونحن جميعا متيقنين ومسكونين بحلم الغد الأفضل والعيش الأمثل. شكرا. أنا هذه مقدمتي حق الدكتورة. تستاهل. وتستاهل. تستاهل أكثر. طبعا أنا بقرأ بس نبذة بسيطة وبعدين بترك لها الميكروفون. ضيفة الندوة هي رئيسة مؤسسة جمعية أصدقاء البيئة ورئيستها المنتخبة، وهي قائدة الفريق البحريني للحفاظ على السلاحف والثدييات البحرية، والعضو المنتخب من المجتمع المدني العالمي في المنظمة العالمية لما بعد إصدار وثيقة الآيسو 26000 اوكي للمسؤولية المجتمعية. هاجسها البحر والطير والشجر، قادت مبادرات وطنية عديدة في المجتمع المدني للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي، ومنها مبادرة الدفاع عن الشعاب المرجانية وتأسيس التكتل البيئي للدفاع عن فشل العظم، والذي يعد من أقوى وأنجح التكتلات البيئة التي عرفتها البحرين، ومبادرة التعريف بالحزام الأخضر ونشر الوعي البيئي بشأنه في محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مزارع البحرين، ومناظرة سواحلنا لنا، كما كانت لها مع الشابات والشباب من أصدقاء البيئة مبادرة الحفاظ على السلاحف البحرية منذ 2003، ومبادرة المسابقات البيئية في المدارس منذ 2001، فضلاً عن مهرجان الطفل والبيئة الذي أعطى للبيئة حضوراً ومفهوماً قريباً من الطفل والأسرة والمجتمع من خلال يوم اللعب والمرح والاستكشاف في الهواء الطلق ودون تلويث البيئة. النشيد البيئي هذه بيقولونها الأطفال دكتورة؟ أوكي. تفضل يا دكتورة، أنا أترك الميكروفون للدكتورة خولة المهندي، وأتمنى أني ما بالغت اللي قلته لأن هذا الشعور الصادق تجاه هذه السيدة الفاضلة. فتفضل يا دكتورة خولة. حي الله من فعلنا ويا اليوم، احنا نعرف ان غيابكم هو الحب، حب الوطن، حب البيئة، حب البحر، حب النخل، حب كل ما احنا حبيناه، والسنين طويلة حاولنا ندافع عنه لأجل الحب، هو كان الهدف الأساسي. سنوات طويلة وأنا أسأل لماذا تستمرين؟ لماذا لم تتوقفي؟ ما كان عندي جواب، حقيقة ما عندي جواب، لأن أنا ما أعرف الجواب، لكن لكثرة الأسئلة حاولت أن أبحث عن جواب وأنا لا أحتاج لجواب. إذا كنت تستمر وإذا كنت تعمل فأنت لست بحاجة إلى جواب، ولكن أنا أعتقد إذا كان هناك جواب فالجواب هو الحب. نحن نحب ما ندافع عنه،
نحن نحب أن نتطوع لأجل البيئة. عندما يعمل الإنسان في أي عمل ربما هو ينتظر المقابل، نحن لا ننتظر المقابل. بالعكس، عندما تأتي مشاكل وعندما تأتي مترتبات على ذلك التطوع فإننا نستعد بذلك دائما. هل ينجح أصدقاء البيئة في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي وحماية الأحياء من الأغراض؟ ربما في البداية يجب أن نعرف ما هو التنوع الإيكولوجي وما هي الأحياء وكيف تنقرض. ولكن عندما ننظر إلى عذاري فإن معنى التنوع الحيوي وكل التعريفات للتنوع الحيوي تختزل في ذلك المنظر. عين عذاري، المياه العذبة التي تدفقت في الأرض الصحراوية لتبعث الحياة فيها. عين عذاري وفيها الغيلم، سلاحف المياه العذبة، وفيها الأسماك، الأطفال يصطادون الأسماك، حولها الفراشات، الطيور، الأشجار من حولها، البشر يقيمون مجتمعات وثقافات حول تلك العين. أي تنوع حيوي أكثر من ذلك التنوع الحيوي؟ لا يوجد تعريف في أي قاموس أفضل من هذا التعريف. فما هو إذن انقراض الأحياء؟ هي عذاري أيضا، ولكن عذاري بعد أن جفت، بعد أن توقف العطاء، بعد أن صارت تلك التي تعطينا وتمنحنا الحياة تنتظر من يسقيها ماء، من يعطيها ماء. عندما ماتت الأحياء، عندما ذهب الأطفال يبحثون عن الغيلم ليأخذه إلى مكان آمن لأنهم لا يريدون له أن يموت، وقد لعبوا معه سنين طوالا. أنتم تعرفون معنى انقراض الأحياء أكثر من أي أحد آخر، فقد شاهدتموه، قد شاهدتم البحر، السواحل، الأسماك، قد شاهدتم كل ذلك. إذن ربما علينا أن نعرف أصدقاء البيئة الذين ينجحون أو لا ينجحون في حماية التنوع الحيوي. في آخر مجلس إدارة، في آخر جمعية العمومية، انتخب هذا المجلس في وسط الصورة، يمثل أشخاص من مختلف الأعمار، مختلف التخصصات، مختلف الأعراق، وفي الواقع أيضا من أديان مختلفة. ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يجمع أصدقاء البيئة؟ وهناك نماذج لهم في الصورة المعروضة: علماء، باحثين، صيادين، ربات بيوت، أطفال، شباب. ما الذي يجمعهم؟ بحرينيون وغير بحرينيون بالمناسبة. يجمعهم حب التطوع، ويجمعهم أيضا أنهم جميعا يعرفون ويوقنون ويدركون أنهم لا يملكون القرار. أصدقاء البيئة ليسوا جهة حكومية وليس جهة تشريعية، لا يملكون التشريع، لا يملكون التنفيذ، لا يملكون القرار. ربما لذلك بالذات هم مبدعون، ولأنهم مبدعون لدينا بعض من أصدقاء البيئة أتوا اليوم لكم لأنهم يريدون أن يحييكم، لأنهم سعيدون جدا بوجودكم معنا، ولأن لديهم رسالة. هؤلاء أصدقاء البيئة يمثلون جزء لا يتجزأ من جمعية أصدقاء البيئة. شكرا دكتورة على كلمة جميلة. عندنا حين نشيد من أصدقاء البيئة هم أطفال بيقدمون لنا، فأتمنى وجودهم حضورهم على الستيج. البيئة الأطفال يقدمون نشيد. برنامج ريم. تفضل. اسمهم لازم يفهمون برنامج ريم. أوكي. كل واحد يقدم روحه. أوكي. أنا اسمي عبد الله نادي حسن، عمري 10 سنين، من منطقة المعرق، عضو في برنامج ريم. أي ما قدرنا من المحرق ذي. أنا اسمي حمزة محمد، عمري 6 سنوات، من منطقة المحطة، عضو في برنامج ريم. يا الله. أعطونا الميكروفون ثاني، ما في داعي. أنا اسمي حمزة. من أول حبيبي أنت؟ إحنا ما فهمنا شيء. جسمك؟ شو اسمك بابا أنت؟ محمد. صغير؟ محمد. شو اسمك؟ محمد. لا الولد صغير. محمد. هو يتكلم بالنيابة عنه. لا تخلي تحكي واحد. شو اسمه؟ نسيت اسمك؟ أنا.
لا صغير بس قربته. شو اسم الولد الصغير؟ محمد. محمد حمزه. اوكي. أنا اسمي عبد الرحمن عم، عمري 8 سنوات، في منطقة المحرة، عضو في برنامج ريم. أنا اسمي محمود محمد حافظ، عضو في منطقة المحرة، عمري 8 سنوات، عضو في برنامج ريم. شاطر. جميل. تصفيق يا جماعة. ما أحلاكم. سيقدمون لكم نشيدا ورسما لذلك النشيد. الفقرة اللي بعدها اخواني مثل ما قالت الدكتورة بعضهم راح يوريده كبير رفون توصي؟ اوكي تفضل. عام 2000 كان هذا العمر نصف اعضاء جمعية اصدقاء البيئة، بالواقع كان 85% من اعضاء جمعية اصدقاء البيئة فئة الشباب. لم يكن لدينا من الخبراء الا القليل، فماذا كان يجب ان نعمل؟ كان علينا ان نتعلم. بحثنا عن مصادر العلم في كل مكان في البحرين، سألنا، بحثنا، وجبنا أحياناً ولم نجب أحياناً. ثم بحثنا في أماكن أخرى عبر الإنترنت، تخصصنا في مجال البيئة، ولم نكن حينها قد درسنا عن البيئة شيء. ثم كانت المهمة الأكبر، كيف نوصل ما تعلمناه للآخرين؟ نحن نؤمن أن التغيير يبدأ فينا، في من حولنا، في المجتمع بأسره. فكانت الطرق التقليدية، محاضرات، ندوات. أذكر جيداً أن عام 2000، 2001، 2002 تعلمنا لأول مرة عن معنى الأمن المائي، معنى البيئات المائية في البحرين، معنى التسمم الغذائي عبر النباتات المعالجة وراثياً والنباتات المعالجة كيميائياً وهرمونياً. كلها كانت مفاهيم جديدة بالنسبة لنا. نفخر اليوم أن دكتور مبارك أمان حاضر معنا، كان من أوائل الخبراء الذين استفادت فعلا جمعية أصدقاء البيئة من علمهم، وتميزوا بحب نشر ذلك العلم. الطرق التقليدية أيضا كانت عبر النشر في الصحافة، كان لنا برنامج إذاعي، كان لنا مداخلات وتصريحات في الإعلام ومقالات أسبوعية أيضا. ولكن مع خلقنا لإعلام خاص
كان لابد من الإبداع، فكان لنا أول موقع بيئي على الإنترنت كان اسمنا أصدقاء البيئة الإلكترونية، ونفخر بهذا الاسم إلى اليوم. من خلاله تعرفنا على المشاكل البيئية في البحرين، من خلاله استطاع مزارع أن يبلغنا أن مزرعته في هذه اللحظة في هذا اليوم يتم تدميرها، أن يخبرنا صياد أو غواص عما رأه في البحر. من خلال ذلك الموقع تواصلنا مع العالم الخارجي لأول مرة، نعرف عن قضايا بيئية هامة في فلسطين في غزة، نفهم البعد البيئي للاحتلال الصهيوني. أتذكر عندما قدمنا ندوة عن تدمير الاحتلال الصهيوني للبنية التحتية للبيئة الفلسطينية تفاجأت البحرين، لم يسبق أن طرق هذا الأمر من قبل أبداً. نحن عرفناه من خلال موقعنا على الإنترنت، من خلال الذين تواصلوا معنا أدركنا حينها كم أن هذه البيئة متصلة في كل مكان. ومن التعليم غير التقليدي أو غير الكلاسيكي كان برنامج ريم. برنامج ريم أسسناه مع تأسيس الجمعية، وكان الهدف أننا عندما أنشأنا هذه الجمعية وتعلمنا وأحببنا ما نعمله لا نريد له أن يتوقف. كيف يتوقف؟ بعد سنوات قد نفقد طاقتنا، بعد سنوات قد لا نكون بنفس الحماس، بعد سنوات قد تأخذنا التزامات الحياة. حينها لا بد أن يكون هناك من يحمل الراية من بعدنا، ولا نريد أن نعيد له في المستقبل، بل نريده أن يكبر وينمو معنا. لذلك أنشأنا برنامج ريم. برنامج ريم الأطفال الذين رفضوا أن يحضروا إلى المنصة حتى قيل اسمهم هم يعتزون بهذا البرنامج، هو جزء منهم. أنا أعتز جدا 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 بأن هؤلاء تلاميذي، وأن بعض تلاميذي وصلوا إلى الجامعة وتخرجوا من الجامعة وينشرون في كل مكان الوعي البيئي الذي نؤمن به. لا تقطع في حضورهم الشجرة، لا يتم الأضرار بالكائنات الحية وهم هناك ويستطيعون منع ذلك. لن أتحدث عن برنامج ريم، بل سأترك لأطفال برنامج ريم هذه المداخلة ليعرفوكم عن هذا البرنامج. أذكركم فيه، أنا محمود محمد حافظ من منطقة المحرر، عمري 8 سنوات، عضو في برنامج ريم. تعرفون وش هذي؟ لا. هاي محمود عملها لكم. هذه ريم، تكون ريم. بحكيكم قصة أبو مريم. في يوم من الأيام ذهبنا إلى العيادة البيطرية زيارة، فشاهدنا بعض الحيوانات ومنها البومة، كانت مريضة ولا تستطيع التحرك ولا أن تطير، فحزننا عليها وبقينا نراقبها حتى صارت حتى رجعت كما كانت وصارت تستطيع الطيران، وذهبنا لكي نطلقها. وعندما ذهبنا وضعناها وفتحنا المصابيح وطارت بسرعة، ولم نسمع من صوت احتكاك أجنحتها صوت، لأن على أجنحتها مادة تكتم الصوت. فذهبنا لكي نتبعها، فعندما فشاهدنا في الرحلة المخلوقات البرية مثل الأرانب البرية والخفافيش. خوفتك الخفافيش لما شفتها؟ لا. كنت خاف من البومة؟ لا. إيش شعورك تجاه البومة؟ شعور جميل. وعندها تعلقنا عليها ورسلت ليكم لا
شراء أو حبس الطيور. وكان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غفران حسين، عمري 10 سنوات. أنا من كربابات. أنا عضو من برنامج ريم. أنا حامية السلحفاة. كل عضو من برنامج ريم حامي حيوان. أنا انضممت هذه السنة واستفدت كثيرا، وكنت أتمنى أن كنت مسجلة من كل صغيرة. لازم تفيش الخير. لازم فيه الخير. أنا أتمنى أن تسجلوا أولادكم في برنامج ريم كي يستفيدوا كما استفدت. وأنا أذكركم سيكون اجتماعنا كل خميس الساعة 5. وأذكركم سيكون اجتماعنا كل خميس الساعة 5. شكرا. أنا كنت عضو برنامج ريم بس في عيون الدكتور اللي يحب برنامج ريم. عن برنامج ريم هو برنامج ريم الصغار، يعني المفروض من لوحة عمره 0 إلى 18 سنة هو برنامج ريم. عقب 18 المفروض يتخرج يعني خلاص. لأن أنا كنت عضو في البرنامج أو عضو في الجمعية من 2006 حتى كان عمري 10 سنين. فلو زلت في عيون الدكتور أنا طفل برنامج ريم. سؤال بس يمكن الأغلب ما يعرفونه، ليش سمينا البرنامج ريم؟ إنزين، برنامج ريم جاي تسمية كان على غزال الريم البحريني، مهدد بالغراب أيضاً، ضمن الحيوانات ومهددة بالغراب. فخذينا اسم ريم نسبتها للغزال البحريني. فشيء حلو إنه تسمع العمران غفران. أنا قالت ما زال يسمعون كل خميس الساعة 5. طبعاً هاي البرنامج الاجتماع في الخميس الساعة 5 أنا أقول لكم قبل 10 سنوات كنا نجتمع في الخميس الساعة 5 عشان ما حد شايك فيها الخميس الساعة 5. في 2007 كنا مجتمعين كالعادة، يعني اجتماع الجمعية واجتماع برنامج ريم. دخل علينا واحد من الشباب الله يذكره بالخير اسمه أحمد محسن. دخل كان بارد ذاك اليوم ولبس جاكيت، فصح الجاكيت وطلع على سلحفاة صغيرة من المخبوز. احنا استغربنا، جاي برنامج ريم وطلع سلحفاة، انت جاني على روحك كذا، انت تبي تذبح شبابك يا ابني. قدام الدكتورة بعد. قدام الدكتورة يعني قوة عين، يعني ما شفتها قبل منها صراحة. عم تسبب على روحك. بالضبط. فكان السؤال موجه حق احمد. احمد مصدجك؟ الدكتور طبعا سولف. احمد مصدجك؟ لا احمد مو يعني ايش دعوه مو لهالدرجه توصل احمد. طبعا الدكتوره يعني بكل برود قالت احمد انا عارفه مستحيل اسويها. احمد قعد قلنا شو القصه بالضبط؟ قال انا كنت اتمشى في التراس، طبعا من قريه التراس، كنت اتمشى ومرينا صوب سلطه. فشاف السلحفاه من هناك. رفيج قال فوق السلحفاه قام بياخذ السلحفاه يعني عادي انه كان بياخذ السلحفاه. هو مرضى. هني الدكتورة ايش قالت لي؟ هاي احمد اللي عارفه ما يرضى مو اللي ياخذها. فانقذها مو يمكن تعذيب من الرفيجه، لا يمكن ما اعرف ايش بيصير فيها، يمكن ما ترتاح عندها. تعرفون السلحفاه في سؤال وقصة الموضوع. اذا قلت لكم السلحفاه شنو يذوبون؟ السلحفاه شنو يعني؟ غيلم. اذا تدرون السلحفاه في سلحفاه برمائيه، سلحفاه مياه العذبه، سلحفاه في انواع من السلحفاه. فانه قال يمكن يعني الرفيج دي ما حد وضع السلحفاه دي ويخليه في الماي، بخليه في البر، بخليه. فانا باخذها، انا بتصدي، انا بحميها، مو يعني انك بالضبط، بس انا بحميها. فبها الجمعيه وكان حوارنا يعني كان طبعا موضوع ثاني، سكينا على الموضوع فنان عليه، بدينا موضوع السلحفاه. انا عندي اخو تو امي اسمه جوسن. ما يشبهها. عجبتها فكرة السلحفاة، قال انا باخذها.
يعني جواسف برنامج هي بتاخذ ايش تسوي فيها جواسف؟ قال انا باخذها شو تسوي فيها؟ طبعا دكتور امام يعني حتى كانت فتحت لنا الحوار بيننا وبين بعض من يعني الاطفال بين حزاتها فتحت لنا الحوار بيننا وبين بعض. قال شو تسوي فيها؟ انا بربيها. زين قال لي دكتور امام تخليها. خلص اطلع لون ماي وحطها بالماي شوف اطلع عبارة عصمات مالها بوديها بدخلها بطلعها بدخلها. لا والله يعني جواسف صار ذكي شوي. قال شو متاكل له؟ قال اخذنا نفس هاي قوطي مال الحيوانات في عيس ورد السلحفاه واعطيها. قال كل يوم نفس الاكل بل كل يوم نفس الاكل. يا جواسف انت مصدق انت اي جواسف مصر. ما في مين مصر ما في جواسف مصر مصر. في اخر الوقت حزتها اتذكر فاضطرينا نسوي اجتماع ثاني يوم الجمعه الصبح. سوينا اجتماع ثاني يوم الجمعه الصبح يعني اول مره نجي يوم الجمعه صراحه الجمعيه حزتها. بس على اساس انه كمل موضوعنا. إلى ثاني يوم طبعا في البيت انا واخوي تركي واخوي سلمان طبعا احنا يعني رابع بس اثبت اخوان. فليه ما قنعنا جاسم ترى جاسم قاعد يسوي غلط. ليش؟ الدكتور نبهته على موضوع. قال السلحفاه ما تكن يمكن حزت ما تخليه في المي بتكون تبي تكون في البر. حزت ما تبي تكون في البر تبي تكون في المي. هو هني شوي هان. زين سالت السؤال الثاني قال انت بالنسبه حق الاكل اللي بتعطيه. تعطيها السلحفاه نفس الشيء كل يوم كل يوم كل يوم قول لي هذا زان ابو حبشه في حجره خليك بروحك بعيد عن رابعك بعيد عن هلك وعندك ريض وهذا عشان تبوس دياري. قال له ما اقدر ابغى اغير قال لي ليش بتغير بعد؟ اذا انت ما كنت تقعد بروحك هي ما كنت تقعد بروحك اذا انت ما تبي تنحبس هي ما تبي تنحبس ترى في النهايه في الحيوان كائن حي. اللي شوي لعبت مخها السوالف تسوي مخها رجعنا البيت اقنعنا اصرنا عليه انه يتواصل ترى في النهايه في هو من نفسه قال خلاص انا يعني خلاص مو فيه خلينا نساعده ونحميه. طبعا احنا في البحرين مثل ما سالفه الدكتوره تحاشت عن عين عذاري وكان كمو يعني موطن حق السلاحف المياه العذبه هناك يعني احنا ما عندنا يعني مياه عذبه تحمي السلاحف عندنا في البحرين تحميه العرين شبه موطن او شبه موطن حق الحيوانات المياه العذبه هناك السلاحف هذا انا وديناهم هناك و يعني حق السلاحف هناك انه مكان امن وشبه مناسب للعيش فيه. وذكر احنا ثاني يوم الجمعه وديناهم هناك سميناها على شنو برنامج يعني سمينا السلحفاري لا هاي الاولى هاي الثانيه سميناها بنت البحرين لان كان في سلحفاه قبل لا يونا فدوها سموها ريم هاي سميناها بنت البحرين. ونفس القصه طبعا شروها في الجريده شهرنا احنا وفضحنا. بس لا ذكر سوينا زياره ثانيه طبعا ما عرفنا يعني واحنا سوينا زياره ثانيه انه يزعم بن عامر بس ما عرفنا ذكر سوينا انا يعني بس بعلق على الزياره لما وديناهم يزورون الغيله كانوا يعتقدون ان الغيله ما بنت البحرين تطلع لهم وبتسلم عليهم او اعتقد بترويهم ان هي ممتنه اللي قدموه. انا اقول لكم هالعباره لانها صادقه جدا جدا. انا انصدمت مثلكم كنت اعتقد يمزحون. الاطفال ما كانوا يمزحون. لما راحوا وبنت البحرين ما طلعت وما سلمت عليهم كان يوم حزين. المفروض تطلع تسلم يعني. انا حابه اقول لكم النقطه لسبب. تركي بالضبط قال ما عنده هوى لا ولا عنده هوى وفاء. هني انا انتبهت حق نقطه معينه. وهذه جزئيه مهمه انا احب ان نوقف عندنا. حب البيئه وحب الكائنات الحيه والرغبه في انقاذها لا يعني باي لحظه من اللحظات تملكها او انتظار مقابل. اللي صار ذاك اليوم اعطاني فرصه جديده عشان نغرس معاني جديده وقيم جديده لدى الاطفال. يعني احنا تجربتنا في برنامج ريم عمرها 17 سنه. لما بدانا كان عندنا يمكن اشياء محدوده لما عندهم اياها. مع الوقت تعلمنا، مع الوقت هذه التجربه نضجت وهم علمونا شنو هي الاشياء المهمه لنا. يعني نفس اللي قاله هاشم احمد الله يحفظه ويبارك فيه ويعطيه الخير لما ياب الغيلمة هذه كان من اعظم في نظري انا من اعظم الانجازات في مملكه البحرين
لحماية الكائنات الحية من الانقراض لما طفل عمره 8 سنوات. لما شاف أن في كائن حي معرض للانقراض في الطفل قد يعبث به ما قبل وخذ خذ خذ أكشن، يعني مش بس ما قبل في قلبه، لا قام بعمل وأحضره لنا وكانت موجودة هذه الساحة اللي يستطيع أن يناقش فيها وهي برنامج رين، واستطاع من خلاله أن ينقذ سلاحف أخرى. لأن بعد هذه القصة إحنا شرناها في مقالة أسبوعية في غير وايد تم إنقاذهم وراحوا لمحمية العلي. مهم جدا أن ندرك أنه ما يدرس لدى الأطفال رسالة عظيمة جدا، والأهداف التي تحقق قد تكون أكبر، يعني في مجموعة من العلماء موجودين أكبر ما يحققه العالم في معمل أبحاثه لسنوات طويلة. أقول الدكتورة أن شيء حلو أنه لما نشوف تصرف شجاعي من طفل، يعني الحين يمكن تشوف ناس كبار يعني في عمارة أبوائنا ما يقدرون هالشيء، ترى في النهاية مثل ما يتكون حي ما يتكون حي كلنا. هاي اللي عندي بس في النهاية بقول إن شاء الله عند الدكتورة، ما بزيد على كلام الأستاذ عيسى يعني، بس أنا كنت في عمرهم كنت تقولي ما شاء الله الحين خرجت واشتغلت ذي، فألف تحية وشكر حق الدكتورة خاولة اللي ما قصرت معاي اللي خلتني عندي وقف هنا أقدر أتحاشي التلفزيون الجمهور. فألف تحية للدكتورة خاولة. شكرا يا محمود، شكرا يا هاشم، اعتزاز وفخر بكم دائما يا أبطال برنامجكم. شكرا شكرا لكم، شكرا لأنتم ما نمتوا وبيتوا معنا. شكرا لكم. شكرا شكرا للأطفال وقصات طيبة. شكرا. طبعا أنا يعني بدي أتورط لا طبعا. هاي بعض الصور اللي برنامجين من المبادرات أيضا مهرجان الطفل والبيئة. أريد أن أتوقف فقط عند مهرجان اللعب للمرح، مهرجان الطفل والبيئة ومهرجان اللعب للمرح، في أغاني وفي رسم وفي إبداعات وفي يوم خالي من التلوث، يعني في ذاك اليوم يشترط على الجميع في البحرين اللي يحضرون ما يدخلون، ما في نفايات ترمى في الأرض على غرار مهرجانات ثانية تصير ولا شيء يرمى في الأرض. أعضاء جمعيتنا والجمعيات الثانية يشرفون على ذلك الشيء، لكن ليس فقط مرح وتعلم الأطفال، علمناهم ترى فرس النفايات سنة 2001 استعدادا، لأن يوم من الأيام البحرين سيكون لديها كما يحلمنا براميل لفرز النفايات. فإحنا عددنا الأطفال من 2001 دون السنة الخامسة كنا نعلمهم الفرق بين الزجاج والبلاستيك والورق وكيف يفرزون، وألعاب عديدة تعرفون الحية والسلم. إحنا عندنا السلم والنبتة، النبتة هي السلم. أنت ترتقي عندما تخدم البيئة لا يوجد حد، وعبارة عن أسئلة بيئية ونقاش. لكن الأعظم من ذلك أن كل مهرجان مهرجاناتنا كان له قيمة بيئية عالية على مستوى الوطن. هذا المهرجان على سبيل المثال مهرجان الثالث لخلا المهرجان كان أيام فشت العظم اللي عاصروا منكم فشت العظم معنا أستاذ عيسى كنت معنا، كنا نجاهد لحماية الشعاب المرجانية في البحرين. أقمنا هذا المهرجان في المحافظة التي كانت تريد أن تدفن فشت العظم لبناء مساكن للناس، وزعت في تلك الفترة استبانة أو استفتاء، هل تقبل أن يدفن فشت العظم ليكون لك بيت فيه؟ طبعا سؤال متحيز، يعني من بيقول لا حق هذا السؤال؟ ما كان السؤال مثلا هل تقبل دفن فشت العظم فقط، أو هل ترضى بالخسائر البيئية مقابل أن يكون لك بيت؟ ما كان السؤال محايد، لا كان هل تقبل أن يدفن فشت العظم ليكون لك بيت؟ أي حد بيجاوب نعم. إحنا أقمنا هذا المهرجان في وقت الاستمتاع وعرفنا فشت العظم، عرفنا بشعابهم المرجانية، وجو صيادين وتكلموا عن أهمية سلة الغذاء البحري البحرينية الموجودة في فشت العظم. أجمل ما تحقق أن سألنا إحنا المجلس البلدي
ايش كانت نتيجة الاستفتاء؟ بعد مهرجاننا الناس صوتوا حق لا، ما قبلوا مجلسنا بشت العظم. مع السؤال المتحيز ولكن استطعنا ان نوصل لهدفنا. انجازات عظيمة تتحقق احيانا من خلال اللعب، من خلال هذه البرامج التي قد تبدو ترفيهية لكن هي قيمتها التعليمية على ما يمكن. عندما المحاضرات والمقالات والحملات الإعلامية لم تكفي، كان هناك العمل الميداني. كان هناك العمل الميداني. السلايد اللي قبل خرجنا في مسيرات. نحن أول من نظم مسيرات بيئية في البحرين، مسيرات خضراء. دفعنا فيها عن مزارع البحرين، عن مزرعة عذاري. عرفنا بمعنى الحزام الأخضر. اللي بعدها أقمنا في البحرين مناطق لحملة الدفاع عن الحزام الأخضر في عراد، في سند، في مناطق مختلفة من البحرين، وكنا ندافع بكل ما نملك عن ذلك الحزام الأخضر الجميل الذي من دونه لن يكون هناك متنفس البحرين، سينتهي التراث الزراعي. هنا جاء الإبداع. لماذا؟ لأننا لا نملك القرار، نحن نملك فقط التأثير على ذلك القرار. المجلس النيابي، المؤسسات التشريعية والمؤسسات الإدارية في محافظة العاصمة كان ولا زال لنا برامج معهم دائمة. يعني السؤال إذا في أحد من النواب حضر، إحنا دعينا عدد من النواب من لجنة المرقب والخدمات مع كذا حضر أو لا. بعدها مثال، سنعطي مثال فشت العظم. التعليم المتقدم كيف يعرف متخذ القرار المشرع المنفذ أهمية فشت العظم؟ نظمنا رحلات إلى فشت العظم لنعرف البحرين بتعريف بسيط جدا. ما هو فشت العظم؟ البداية، الكل يريد أن يدخل فشت العظم لإقامة مشاريع سكنية، مشاريع صناعية. السؤال، ما هو فشت العظم الذي نريد أن ندفنه؟ سنة كاملة كانت الحملة فقط تقول فشت العظم ليس جزيرة. فشت العظم شعاب مرجانية، أنت لن تدفن جزيرة، أنت ستدفن حياة، ستقتل موئل، ستدمر أنظمة حيوية تقوم عليها حياة البحر. ليست فقط الحياة الموجودة حول الشعاب المرجانية ولكن أيضا الموائل والأنظمة الحيوية الأخرى التي تدعمها الشعاب المرجانية. لا يوجد في العالم حتى 1% من مساحة البحار شعاب مرجانية. كم نحن محظوظون؟ هل ندرك ذلك؟ كان جزء من الحملة تعريف الناس بما نملكه من ثروات قبل أن نفقدها. فنظمنا رحلات. هذه الصورة اللي يعرفهم، في عدد من النواب موجودين في الصورة وأيضا في علماء، دكتور مجد سيد موجود في الصورة. وأيضا أحضرنا لهم من البحر كائنات تتحدث إلينا وتطلب حماية فشت العظم. وعندما لم يكن ذلك كافيا صورنا ما لا يرون، صورنا تحت البحر، صورنا تحت الأنقاض، صورنا في الأماكن التي لا يصلون لها، ثم قمنا ببث ذلك. مثال على هذا التوجه لدى أصدقاء البيئة هو ما سيقدمه لنا عضو رائع من أعضاء جمعية أصدقاء البيئة. هو غواص محب للبحر، عاشق للبحر، مشهور جدا بفيديوهاته الرائعة جدا التي تنقل لنا الحياة ما تحت البحار، ما لا نراه بأعيننا. نحن سعيدون جدا أنه عضو في جمعية أصدقاء البيئة، ونحن سعداء أكثر أن هذا الشاب البحريني اختار أن يعشق البحر واختار أن يدافع عن البحر. فتحية لحسن جناح الميزان. Thank you.
اعتز اني اقف في المكان في الندوه امام الاساتذه والاخوه الافاضل واتكلم في ندوه جمعيه استقبال فيها جمعيتنا اللي نعتز فيها اللي هي الجمعيه الرائده اللي مسكت بزمام حمايه البيئه. وكلمه حق لازم نبدا فيها ابدا ما بالغ الاستاذ عيسى اليوم قدم بالدكتوره خوله. الدكتوره خوله كنت اسمع عنها من زمان، نسمع عنها في الندوات، نقرا مقالاتها في الجرايد، نسمع عن جهودها، لكن يوم تعرفت عليها واحتكيت معاها واشتغلت معاها انبهرت اكثر واكثر، واستثمرت كل جهودي وكل شغلي امام جهودها وشغلها وتضحياتها كل هالسنين، ضحت بوقتها بجهودها بحياتها بوقتها في حمايه البيئه اللي هو حمايه اللي هو لنا كلنا وطننا والجميع. نقول جانزين في من الدكتوره نسخه ونسختين وثلاث واربع، ناخذ جزء بس من اللي عندها من الهم اللي عندها ومن المجاهده والمثابره في مجال حمايه البيئه. باختصار ما اطول عليكم. انا تخصصت الموضوع، طبعا انا هاوي بحار وغوص، تخصصت الموضوع الغوص والتصوير تحت الماء. قصة بحار ما بتكلم عن بحار العالم، بحار العالم في لها من يحميها، بتكلم عن بحارنا. غصنا في بحارنا شفت المعاناة الحقيقية تحت الماء، شفت كيف الحياة البحرية والأسماك تقاوم ظلم المجتمع للأسف، مجتمع لا يقدر أبدا البيئة البحرية، مجتمع بل يحارب ويفسد ويدمر بكل يعني أريحية بدون أي مبالاة البيئة البحرية اللي اذا دمرت راح تروح وايد اشياء، هذه كنز استراتيجي، هذه امن غذائي، هذه حق من حقوق الاجيال القادمه. باكر هل بياكلون سمك ولا لا؟ كم وصل الصافي؟ كم وصل الهامون؟ اتوقع بي اليوم اللي اتوقع بي اليوم اللي حارب بناكل بواقي تونه بس. للاسف يعني والبيئه البحريه بيئه تقاوم، يعني مع كل هالتدمير تقاوم شباك الصيادين، تقاوم ما نتكلم عن الصيد، نعم كلنا في حاجه للصيد ناكل سمك، ما في كلام على اي شيء، تقاوم الصيد الجائر اللي يدمر يصيد لكن يدمر، تقاوم سفن شط الرماد، تقاوم الدفان والتلوث والقاء المخلفات، بحر يقاوم، حياه تقاوم، ما زال في حياه، لكن لمتى بيقاوم بحرنا؟ فاحنا اخذنا على عاتقنا موضوع، طبعا ما بيدنا القرار، لكن بيدنا ان نثقف المجتمع، بيدنا ان نوصل صوتنا. وبيدنا ننتج افلام ونصور ونبين للناس ان في البحرين في بيئه بحريه تعاني. يمكن هذا اللي شفتوه الجانب الجميل اللي صورته، لكن عندي تصاوير كثيره كثيره لمخلفات ولشباك ولامور تدمر البيئه، امور مؤسفه جدا. الحمد لله قدرنا نوصلها للناس، وصلناها للتلفزيون، وصلناها للمسؤولين. ففي بدا توجه لكن نطالب بالمزيد والمزيد. وكذلك يعني مسؤولية البحر ومسؤولية البيئة مو مسؤولية المسؤولين فقط. نحتاج ونطالب بل مسؤولية الجميع. للأسف أنا اللي شفته في البحر اللي دمر البحر أكثر الناس، بل حتى البحرين نفسهم، حتى الناس البسطاء، حتى البحارة اللي ياكلون اللي رزقهم البحر، هم أول ناس يقطون كل مخلفاتهم في البحر. قبل أسبوعين جانا وفد من بعض الإعلاميين من أوروبيين معروفين، يعني يخرجون في القنوات وفي الوثائقيات، يبون يصورون فيلم عن البحرين. وجهه رسميه تكفلت برحله بحريه بالبانوش، يعني كانت رحله تقليديه لجمع المحار واللولو، وكانت رحله جدا جميله مع هؤلاء الاوروبيين يتعرفون على ثقافتنا وعلى تقاليدنا. لكن يوم قعدنا معاهم انصدموا، يعني المجموعه هذه انصدمت صدمه كبيره، وكانت جدا مستاءة من موقف شافته من للاسف من بعض البحاره اللي كانوا موجودين، وكانوا بحريين، لا نقول اسيويين ولا اجانب، لا بحريين يعني. فأتذكر صار يعني في الليل كنا بتنا في البحر، كنا في فشت العظم بعد على طاري الفشت، الجماعة طبخوا كان صافي ومحمر وكذا واستانسنا. المهم عقب ما خلصنا الأكل يو خذوا الأسماك كلها قواطي العصير والبيبس وكلهم كلها تروحوا في البحر تقاموا. قالوا هل أنتوا تاكلون رزقكم من البحر؟ هل أنتوا تروحون في البحر؟ يعني جدا صدمه عظيمه. وما قطوا اكل، لو اكل بيتحلل قطوا سمك، قطوا بلاستيك، قطوا نايلون، هذا شيء اللي ما يتحلل سنين عشرات مئات السنين، اللي يتم سموم تحت الماء.
بتموت فيها الاسماك، واحنا بقى الانبار منها، احنا ناكل السمك اللي قاعد يتغذى على بلاستيك ولا على نايلون على مواد سامه. المهم الخلاصه احنا اخذنا على عاتقنا موضوع توثيق مغاصات البحرين، مناطق البحرين البحريه، تثقيف المجتمع، لكن ما زلنا نحتاج الى بعض الدعم. يعني اصطدمنا بموضوع الدعم المادي، الحمد لله المجتمع جدا دعمنا، شجعنا معنويا، وقف معانا، الجهات وقفت معانا، الجمعيات ما قصرت، لكن انتاج مثل هالافلام جدا مكلف، مو بشيء سهل ان ننتج مثل هالفيلم اللي شفتوه هذه، يعني تعبنا فيه وايد، الكاميرات، الاجهزه، الرحلات الى اخره، الافكار موجوده، ودنا نقدم شيء، ودنا نقدم حلقات، قدمت تصور لحلقات حق قناه البحرين الى اخره، لكن ودنا نشوف استجابه اكثر ونتمكن نوصل رسالتنا للناس وللعالم. شكرا لكم. هذه الافلام تطلع، بس ان شاء الله يكونوا داعمين على اساس هذه الافلام تنمو. اثر فيلم احيانا، فيلم شفته ترى مده دقيقه، احيانا اثر فيلم مده دقيقه اكثر من عشرات السنين، واحنا نحاول في الاعلام ونحاول بالطرق التقليديه نحن نوصل رساله. شكرا حسنا، تحيه احترام لاعضاء برنامج رين كلهم، وايضا للشباب اللي ما كانوا اعضاء برنامج رين. شكرا استاذ حسين، انا جدا جدا يعني فخور بانه من الشباب، يعني امانه لو نتاكد انتم كلكم، يعني اللي يمكن في ناس همهم انه ياخذ له تفرق مع البحر ويروح يصيد سمك، هو طبعا حق مشروع، ولكن لما تلقى شباب مثل هؤلاء اللي يروح حق السمكه ويمكن يصافحها تفرق وايد وايد تفرق. وصيت شيء مشروع، لكن في ناس عندها الروح ذي الكبيره، مو كل شيء تصيده، مو كل شيء تاكله، عنده فرق. في امتي ينقل لك الصوره الجميله، مثل في يوم واحد اتناقش مع واحد اوروبي يراويك العقليه وين 180 درجه. اساله اقول له شو تسوي؟ يقول لي قاعد اقط حبوب حق الطيور حق عشان تغني لي. قلت الله اكبر. احنا نقطع محبوب حق نصيدهم، هذاك يقطع حبوب حق تغني له، فيخليك تعيد قراءة الجد واللعب، قصة اللعب والجد، فكر مغاير كلش. على العموم شكرا اخوي حسن. الفقرة الأخيرة اللي في برنامجنا عضو من أعضاء الفريق البحريني للحفاظ على السلاحف والثدية، بما ان الوقت يداركنا احنا عندنا فيلم نبي نوريكم اياه من اجمل ما انتجه مخرج بحريني من افلام. هذا الفيلم يلخص مشوارنا في شرح أهمية السلاحف البحرية ومعنى إنقاذ سلحفاة بحرية. قصة جمعية أصدقاء البيئة مع السلاحف البحرية بدأت في 2001 بمدينة سفينة مع سلحفاة اسمها ضحية، وجدناها كانت مضرجة بدمائها، ما استطاع أحد ينقذها، اتصلنا بكل حد في البحرين، قالوا لا يوجد من ينقذ السلاحف البحرية في البحرين. استمرنا سنوات لا نعرف ماذا نفعل السلاحف البحرية، إلى أن تحققت أول بصرة نجاح في البحرين لإنقاذ وعلاج وإسعاف سلحفاة بحرية وإعادتها للبحر. السلاحف البحرية معرضة للانقراض. السلاحف البحرية في العالم توجد منها 5 أنواع. هذه الأنواع لكي تعيش يجب أن تواجه تحديات كبيرة، من وضع البيض إلى فقس البيض، إلى أن تصل إلى البحر، الأعداء الطبيعيين الموجودين، تغير البيئات، وفوق هذا المستعد اللي يصيب هذه السلاحف وتموت غالبا بشكل عرضي، بمعنى ما في احد عندنا في البحرين يستهدف صيدها، لكن يصيدونها مع الربيان. ما حد يستهدف صيدها لكن يصيدونها بالشباك الجوست ترابس، الشباك اللي رموها في البحر ونسوها،
وظلت تصير لتغتر سلاحها. 2013 كانت أول قصة نجاح في البحرين لإنقاذ سلحفاة بحرية. أنا أقول هذا الكلام بكل حب وبكل فخر، لأن البحرين أخيراً من يناير 2013 استطاعت أن لا تلتفت إلى الجهة الثانية عندما تسمع أن هناك سلحفاة مصابة، بل تعرف أن بالإمكان علاجها وبالإمكان أن تعود إلى البحر. المخرجة البحرينية الرائعة الجميلة الملهمة المبدعة مريم خليل الزوادي، ما عرف إذا كانت موجودة اليوم أو لا، إحنا بعناها. مريم خليل الزوادي. هذا الفيلم اللي نعرضه هذا فيلمها وفازت فيه بجائزة إقليمية أو جائزة عالمية. اللي أبغى أقوله قبل ما تشوف الفيلم ثلاث نقاط. الأولى، مريم اتصلت فيني وقالت أنا قريت في الجريدة قصة أبي أسويها فيلم. كانت من أجمل المفاجآت ومن أجمل الهدايا اللي الله سبحانه وتعالى يرسلها لي من فترة وفترة عشان طيب خاطري فيها. فقلت لها بتسوي فيلم؟ ما فهمت كيف بتسوي فيلم. قالت أنا قريت القصة اللي انتو كاتبينه عن سويتوا مع السلحفاة، انا اشوفها قدامي، انا عايشة دور السلحفاة، ابي هالسلحفاة تنقل صوتها الى العالم من خلالكم. اشتغلنا انا ومريم وكانت من اجمل المشاريع اللي اشتغلنا فيها مع بعض، ونتج هذا الفيلم الجميل جدا اللي حصل على جائزة عالمية. جاهز؟ كنت وحيدة في البحر المظلم، عاجزة عن الحركة، عن الكلام، وحتى عن البكاء. كنت في صمت الظلام الدامس صامتة، ليس بيدي أي شيء سوى الاستسلام. كان من المحتمل أن أموت وحيدة، أو أن يلتهمني حيوان مفترس، أو أن أكون شيئاً لا يذكر. كنت سأموت دون أن يعلم أحد أنني كنت موجودة قد، لكنني اليوم عشت من جديد. هذه هي حكايتي. Well, I went out on my kayak. I noticed a few people in boats looking at something in the water. So I kayaked up and they said, oh, there's a big turtle. I went onto the internet and just started Googling. I was on the internet for like hours. So then I started searching Cowlat al-Mahanadi, you know, Bahrain. And finally I found her website and a mobile number. كنت قاعدة على السيادة بالضبط ويات مكالمات، بس قلت بصلي وبعدين بارد. بعدين يات مسج فيها ان في سلحفاة تحتاج الى مساعده. I was praying that she would be the one to help, and it was all I almost felt afterwards as though I had been guided to her. قلت خليني احط خطه على اساس قبل لا اكلمها اكون اوريدي خليت الناس الثانيين ايضا يستعدون. There's a really big turtle here on Amwaj in the lagoon. Actually I'm looking at it now, it's still there. But it seems to be in some kind of trouble, and I'm wondering if you can do anything to help. أقولي الحين القصة شنو هي؟ حية. أنت متأكدة إنها حية؟ وين بالضبط هي؟ في أي موقع؟ فشرحت لي. أول عضو ممكن إنه يوصل للمكان فهد، وفهد أنا عارف عنه إنه متصرف جيد، فما خاف عليه برسله. قلت له إن شاء الله بس دقائق، يعني خذ لي يمكن 10 دقائق أو 15 دقيقة وصلت هني. بعدين كلمت أستاذ جاسم القصير وقلت إحنا محتاجين فصلتي. عندنا سلحفاة كذا 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 وضعها ومحتاجين انه يجهزون لها حوض بحيث لما نوصل يكون خلال ساعة. انا قدرت انه ساعة وبنوصل. So I met up with them and I showed them where the turtle was, except the turtle wasn't here anymore. روتني اياها قلت لها وين هي؟ قالت لك البقعة السوداء اللي في وسط البحر. شلون يجيبها والماي بارد يعني ما بقدر اسبح لها. وبعدين كلمت اعضاء ثانيين من اعضاء الجمعية واتصلت ايضا بالمجلس الاعلى للبيئة. على اساس ان لو عندهم اي مساعدات ممكن يقدمونها،
واتصلت بعدد من المارين بيولوجيست في البحرين على اساس ان الفريق الكامل يكون جاهز، وكلمت الصيادين. هنا في بيننا وبين جمعيات حمايه البيئه في التعاون، فاتصلت فينا على اساس احنا كصيادين عندنا المعرفه او الدرايه في التعامل مع مثل هذه الكائنات. When we started the search, it turned really cold and windy and the water was freezing. So that made things more difficult because we had to get in the water to help move the turtle. الحمد لله واحد من السكان اللي على البيتش كانت شقاقهم قال لي اذا تبغى كافي كاياك، قلت له ما ابغى كاياك، قال لي كاياك موجود هنا. فالحمد لله توازنت فيه، شفته سهل ودخلت لها داخل البحر، تميت لصقتي امها بالبوت، لا شفته بالكايك بتقلبني، قلت لا ما فايده. نهايه لانه كان الحل الوحيد ان تنسحب السلحفاه الى ساحل ثاني، ساحل رملي، فكان واحد من اعضاء شاب صغير عمره 18 سنه. وما قصر، مسكها الاخ تركي، سحبها وسحبها للجهه الثانيه للبيتش. فجاه وجدت نفسي على الشاطئ، حولي اناس من بني البشر يتحدثون. لا أعرف ماذا يريدون. إنهم يريدون أن يمنحوني شيئا ما. هذه إذا احنا أحملناها يمكن بتشارف على المقراض. رأسها نازل، دائما السلحفاة اللي تطفو ورأسها نازل هاي مؤشر سيء. But when she brought her head up out of the water, it was honestly, it was almost like she was asking for help. We were all very concerned. We wanted to try and do whatever we could to try and help her. بس اللحظة اللي هي رفعت فيها راسها أنا حسيت هي تعطيني الرسالة تقول لي لا أنا أقدر، أنا للحين عايشة، أنا للحين عندي قوة، أنا للحين أقدر أقاوم، بس أنتوا ساعدوني. وبعد كده طبعا طلعوا السلحفاة، جبنا لها البلانكيت وفي ماتريس حطوها عليها وشالوها. طبعا كان في ناس كتير واقفين وكان كله بيحاول يساعد. يعني طفل صغير كان ماسك لنا الإضاءة طول الوقت ويقول لنا أنا معاكم. But then when we saved it and we know it's safe now, I'm happy about it. يوم رفعناها فوق الكلب بالعكس كان يعني مستانس ان شلناها الحمد لله. It's a mystery what's wrong with her. But the problem is there's no real expert here in Bahrain to be able to determine that. So I think Kaula and her team have been trying to do it remotely, you know, with experts from outside Bahrain. But they've done a fantastic job. Fantastic. طلبوا مننا هنا ان ننشل السلحفاة من المنطقة الى حية. على ضوء اتصال السيدة خولة بالمسؤولين من جمعية أصدقاء البيئة لترتيب حوض إلى السلحفاة التي سوف تصل إلى المركز، ثم عداد أربعة موظفين من ضمنهم اثنين فنيين واثنين عمال للمتابعة. كلش مريض وفي خلي داخل هذه التنكي ويخلي هيتر يخلي تمبريتشر، أول شيء دكتور يقول خلي يبي 26 تمبريتشر أبي، بخلي هيتر يجيب هيتر وخلي داخل تنكي. بعدها احتجنا ان احنا نستدعي كل خبرات اللي في البحرين. طبعا لما اقول خبرات البحرين لا توجد خبرات لانقاذ السلاحف البحريه، ولكن يوجد عندنا بياطره وبياطره شاطرين، لكن لم يتعاملوا ابدا مع سلاحف بحريه من قبل، فلازم يقيسون. عندنا مختبرات تستطيع ان تحلل، ولكنها ايضا لم تتعامل مع سلاحف بحريه. بس احنا من خلال خبرتنا في مجال الحياه البريه بصفه عامه ومن خلال بعض القراءات والدراسات استطعنا الحمد لله ان احنا نوصل لنتائج كويسه بالتعاون مع جمعية اصدقاء البيئه، وجمعية اصدقاء البيئه كانت بالتعاون مع ناس تانيين يعني برا البحرين. With technology it was really really very good because we took you know samples of the blood of the turtle at one time at the spot you know that حسيتها أكثر مستانسة، حسيت المرض شوية فتشت قيودة منها، يعني تقدر تاخذ حريتها أكثر. إي مستانسة، يعني هاللون، حسيتها مرتاحة أكثر في البيئة اللي هي فيها. إنه مكان مختلف عن الذي كنت أسبح فيه،
لقد أحببت هذا المكان. بعد أن كنت وحيدة أجهل مصيري، أصبحت اليوم مع أناس وهبوني الحب والاهتمام. قلنا يعني هل هي بتعيش ولا لا، هذا الشيء بيد رب العالمين، بس الواحد يتفائل بالخير دائما. فلو احنا متشائمين كان قلنا بس خل تولي، بس خلها بتموت يعني هاي التشاؤم، لكن الحمد لله تفائلنا والحمد لله وضعها الصحي جدا ممتاز اليوم. ان شاء الله نتامل يعني خلال هالفتره البسيطه نتامل ان شاء الله انها في البحر جري. Today you know she is completely different, you know she is normal, she began you know to her normal life abilities as telling us that she is ready, she's ready to go home. If you help any kind of animal in need, you will feel happy, you will feel like a hero. Well, obviously now we know brought safely to her home now. And I think without the efforts of pretty much everybody that was there, it mightn't have been such a happy outcome. ابدا ابدا لا تدر ظهرك لصوت مظلوم، لصوت استغاثة. لقد عشت من جديد. فيلم رائع، كل شوي عوار قلب. يعني اللغة اللي استعملتيها تتكلمين عن السلحفاة فيها بلاغة، و يعني الواحد كأنه إيه كأن السلحفاة خاطبنا. وما أجمل المنظر، يعني أنا أهنيكم كلكم اللي اشتغلوا على الفيلم واللي اشتغلوا على إلقاء السلحفاة، إن المنظر الأولي وهي ظهرها عليه الأعشاب وشكلها يعني المريض هذه تنتهي بهذه النهاية. ليلة العيد احنا اطلقناها في البحر. ليلة العيد يعني؟ نعم، فهي عيدت في بحر البحر. لا الحمد لله وانا معيدة زينة. هذه شيء جميل يعني، اهنيك. طبعا انا متأكد انت كنت مستمتع في هذا الفيلم جدا، ولا عندك احتجاج على انقاذ الاحفاد حتى. طبعا الفقرة الأخيرية عندنا عضو من أعضاء الفريق البحريني للحفاظ على السلاحف والثدييات البحرية، الدكتور كانابو ميلو، إذا أنا تكلمت يعني اسمه صح، وهو أحد أطباء البياطرة الذين قادوا عملية إنقاذ السلحفاة موج. لديه رسالة مهمة حول إنقاذ السلاحف البحرية. تفضل دكتور. Welcome. Thank you very much. First of all, my name is Kaunabo Melo. I'm from the Dominican Republic. I've been here for some years now, but right now. Actually, I'm a veterinarian, but working with the horses, having also some experience with wildlife animals, also animals which are related, you know, the sea. First of all, I want to say thank you very much to Dr. Jaula, because it was a great opportunity that through different channels that you know, the approaches to us, and at least we can put, you know, a little bit of a small seed, you know, in this project that we need help. You know, one of the things, you know, through all of that, I just learned one thing, that sea turtles are very, you know, important for our environment, and then also they are endangered species. When we
we saw like the video that we can try to help them as well too. And those animals, they are in really in need. Trying to help them is very important, but to help them and the way to help them is the most important as well too. Because we try sometimes, you know, to we saw a turtle which is completely in need of help, and then we just try to take it, you know, different kinds of actions that sometimes doesn't help those precious animals. For example, you know, the most important thing is just to call us, you know, the environment friend societies. The first thing is, you know, like the lady, you know, Gail, that she did it. You know, the first thing is, you know, she went through the Google, through the websites, through the internet to see, you know, which are the persons, which are the people who are involved with, you know, and all of that, you know. Thanks God, you know, she got, you know, the right people, the right persons. And then immediately, you know, because our environment friend society, you know, we have also a group of the team of peoples that they're being already, you know, well training for especially people, you know, coming from abroad, just to help us in those kinds of the emergency cases. But the most important thing is just not to take the turtles and hide them somewhere else, or change them, you know, their environment, because when they are in that environment of the sea water, sometimes, you know, we try to take them, you know, to our homes. I'm talking about, you know, those small pieces, you know, those depend on the sizes as well too, because we have a kinds of situations that we found that, you know, in the mall, you know, and then we have to go over there to rescue those sea turtles. I mean, even trying to do that, sometimes, you know, our efforts are very kind, but we have to be careful, because just changes, you know, when we try to change the, let's see, like the pH of the water, is enough, you know, to let the sea turtles to be died. And then, even though you just take her outside, you know, don't let her, you know, to have, you know, her proper environment from where she came from, is enough for those things, you know, to not to help the tortoise to arrive. For that reason, it's very important. I just recommend it not to be like, you know, the big heroes, but to be, you know, be humble with those creatures. And then just to call us, because it's very important. We can handle, we can manage, you know, to take those precious animals to a special places that, like you saw in the film, you know, how she was, and then how was, you know, that it was really very nice experience for me, for myself. I can say thank you very much again, Dr. Haula. Thank you. Thank you. دكتور ميلا، أنا لازم أقول إنه هو كان واحد من البياضرة اللي قادوا العملية. كان في مجموعة كبيرة من البياضرة، أخوة دكتور محمد سعد مو موجود هنا اليوم. هما الاثنين قادوا العملية بشجاعة وأيضاً بحرص واهتمام. أنا بس بترجم جزئية واحدة من اللي قالها دكتور ميلو. لما تلقون سلحفاة، الدور الحقيقي، البطولة الحقيقية ليست في أن تأخذ السلحفاة وتوديها بيتك، أو تأخذها وتعتقد أن أنا بعد بطل وبساعدها. المساعدة الحقيقية اللي تساعد في سلحفاة أو أي كائن حي أنت ما تعرف عنه الأقل القليل، اتصل فينا. إحنا ترى الفيلم اللي شفتوه عشان ننقذ السلحفاة ونساعدها، أنا ودكتور ميلو ودكتور محمد كنا نقعد ساعات
قبل أن نمس الحفار، ولا أتكلم عن خبراء متعاملين من قبل ساعات قبل أن نقرر نسوي أي شيء لها. يعني في فيديو انتشر في الإنترنت، كان في حد بحسن نية وقلب حنون كان يحاول ينقذ الحفار، بس للأسف اللي كان يسوي ما كان صحيح. رسالتنا لكم الفريق البحري للإنقاذ والمحافظة على السلاح البحرية، رسالتنا لكم لما تلقون سلحفاة تحتاج مساعدة رجاء اتصلوا فينا كلموا جمعية أصدقاء البيئة. احنا بنتولى كل ما نستطيع أن نعمله، مو لأن احنا أفضال، كلكم إن شاء الله أفضال، بس لأن احنا عندنا خبرة تراكمية مفروض نستفيد منها ونطورها وننقذ سلاحف أكثر، ما نرجع لنقطة الصفر. ذكرون ضحية اللي رويتكم إياها سنة 2001، ما حد في البحرين كان يقدر يساعد سلاحف. عشان ننتقل من ضحية إلى موج استوى علينا الفيلم، مرينا بتجارب عديدة، حصلنا على تدريب خارج البحرين، درسنا، سوينا أشياء عديدة جدا جدا لنصل إلى تلك المرحلة. التعامل مع السلاحف البحرية ليس عملية سهلة حتى بالنسبة للأعضاء المدربين. وهذه بتكون يعني نهاية الخلاصة اللي أنا بقولها، يعني بقول النقطة الأولى فقط فيها، أن الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الأنواع من الانقراض هي من الأساسيات للتنمية المستدامة، وهي موجودة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وحالياً هي عالية في الأجندة العالمية. لكن تحقيق ذلك يستدعي سياسات وآليات واضحة على مستوى القرار السياسي وعلى مستوى التنفيذ. يجب أن يراعي الموارد الطبيعية، لا يمكن أن نحمي كائن حي إذا الموارد تدمرت، إذا الأنظمة الحيوية لم تكن محفوظة وداعمة لا يمكن كائنات حية تستمر. يعني كل يوم موجودة خلال فترة بسيطة قد لا تكون موجودة، لأن عندما تدمر الموارد لا يمكن تستمر الحياة. المجتمع المدني اللي احنا نمثله واحنا ليس لسنا الوحيدين فيه هو قادر على عمل ما هو قريب من المعجزات، لأن هو يتصرف بشرف، هو يعمل بحب. لذلك من المهم دعم المجتمع المدني. آخر توصية أبي أقولها، أن أصدقاء البيئة يقومون بكل ما يستطيعون أن يقومون به لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ماذا عن الآخرين؟ الآخرون ما هو دوركم؟ لا تقفوا متفرجين، يعني أنا أطلب منكم على الأقل اتصلوا أبلغوا، على الأقل لو تبون تسوون ولا شيء اتصلوا أبلغوا. في مزرعة تدمر، في كائن حي معرض للانقراض، لا تقفوا صامتين، خلوا لكم دور وخلوا لكم صوت. وأنا رحب بالأستاذ جاسم القصير، توني الحين جبته. أستاذ جاسم القصير كان له طبعا دور عظيم من الأدوار في إنقاذ السلحفاة البحرية، وأرحب بكل ضيوفنا اللي يمكن أنا ما شفتهم، وأشكر الملتقى الثقافي مركز عبد الرحمن كانو الثقافي على هذه الاستضافة الرائعة. أستاذ عيسى كان معنا في مراحل عملنا، أنا أعتبره من أروع البيئيين في البحرين، لأنه يحب الجمال ويحب الخير ويحب البحرين بكل جمال. تحية من جمعية أصدقاء البيئة، أستاذ ياسر القصيري. تحية من جمعية أصدقاء البيئة. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة أستاذ جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسعدني اني احضر هذه الندوة، وخصوصا يعني من بداية مع الدكتورة في سنة 2000، واشكرها ان هي عندها النفس الطويل جدا 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 والصعوبات التي واجهتها في عملية الاستمرار في هذه الجمعية. طبعا من مثل ما تفضلوا الاخوان من الصغار، والان الشباب يراعون هذه الطريقة والجمعية أصدر البيئة. طبعا في بداية يعني كنت أود أني أحصل على دعم كبير جدا بالنسبة إليها، لأنها حصلت على دعم من جهات مختلفة ولكن دون المطلوب. فالإدارة في ذلك الوقت لديها بعض أو مستويات بسيطة، ساعدنا في عملية مساعدتها ومساعدة الجمعية، أفراد الجمعية، وخصوصا بالنسبة لموضوع السلاحف اللي هو الموضوع المهم اللي الآن
تتكلم بها. هذه النوعية شارفت على الانضراب وتحتاج إلى دعم ليس من الجهات الحكومية فقط، إنما خصوصا أنا أوجه أن تكون هناك وسائل إعلامية وحتى فنية للصيادين، لأن هم الأساس في عملية الإبقاء على هذا الشيء. الإدارة قامت في عملية إدخال طرق الصيد، معدات طرق الصيد للحفاظ عليها، وهي عملية ترك السلاحف تخرج مع حياتها على أن يتم صيد الرجال، لأن هي أكثر شيء تواجه هذه النوعية بزيادة الرجال اللي هو الطلب الشديد عليه. فنقطتي بس يعني على الموضوع حبيت إني أشكرها شكر كبير لعملية الإبقاء على هذه النوع الإصرار فيها، والنتائج كانت إيجابية وإن كانت أعداد بسيطة، لأن يعني استمريت في الجمعية وشفت عدد كبير من الأطفال وترعرعوا تحت تدريباته وتعليمه، أشوف جهات مختلفة تأيد في الإبقاء عليها. وأنا أريد لأن الآن في فترة أو في قاعد من 4 سنوات طبعاً بعد يعني شهادة شيء رسمي، مثل ما كنت أقوم في العملية كإدارة بمساعدته، فالرجاء من الجهات اللي لها علاقة في عملية الحفاظ على هذه البيئة أن يبادروا بدعمها بشكل كبير، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شيء مهم جدا، سيارة كيا زرقاء رقمها 1-8-3-5-3-8 في الطريق، يعني قاطع الطريق، على صاحب يحركها لو سمحتم. اوكي اخواني، باسمكم جميعا طبعا نشكر الدكتور ونشكر كل اللي عقب استاذ جاسم، وبنفتح مجال نقاش. طبعا احنا اخذنا الوقت، بنختصر الأسئلة قد ما نقدر، يعني ما عندنا مجال وايد. نشكر حضوركم، وهذه بالأمانة للأمانة قبل يمشي تفضل استاذ، في كلمة تبي منك الدكتورة. استاذ ضروري، استاذ صباحي تفضل. هذه امسية عامرة بالجمهور، يعني قليل اللي يحضرون بهالحجم في الامسيات. سعادة الأستاذ صباح الناس بالدسري وكيل وزارة العلم. هو تجبيسة يعني من الدكتورة، أنا مو قالت لي ولا شيء، قالت لي حياك إن شاء الله لنا دعوة. عموما الله يسعد مساكم كل خير، ولعظيم الشرف أن أشارككم يعني في راضي المال والراعي. تعلمت الكثير بما أن أنا غواص، ولا بقول لكم يعني شكرا لأن قلت حق الدكتورة هو شافني في المكتب، بس من نوع الهاوي حق صيد السمك تماما. سعيد بالعرض الجيد، واشكر بنت اخي وعزيزي خليل ابراهيم الذبولي، يعني هذا الفيلم اللي سويته وانتجته يعني فيلم رائع، وجهودكم كلها مشكوره، واتمنى لكم المزيد من التقدم. يعني المحافظه على البيئه هي المحافظه على الانسان والبشر، وهذه مجالكم يعني شيء رب العالمين كلنا جازيكم عليه، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. مشكور كان. نفتح مجال نقاش اخواني. يا من الله سعد السفير، شرفتونا. شكرا. شرفتنا استاذ. حياكم الله. يا من الله رحيم. سعد السفير ما تقول شيء قبل ما تمشي؟ كلمة بس. والله الكلمة صارت إجبارية اليوم. كلمة مساء الخير جميعا، ولن أود أن أحيي الجهود الموفقة لهذه الجمعية النشيطة جدا في مملكة بحرين الشقيقة، وبالأخص الأخت الدكتورة خولة المهندي.
البيئة صارت مشكلة في الجميع، والعالم يفقد يوميا غابة أو أرض بمساحة بولونيا. نحن مثلا في المغرب ننتمي للبحر عبد المتوسط، هذا البحر بحر مغلق، مياهه تتجدد مرة في القرن. تصوروا المغرب مثلا، نحن وإسبانيا ما في إلا 14 كيلومتر من تصوروا هذا المضيق الصغير الذي تمر فيه كل 5 دقائق حاملة بترولية. لو صار حادث شوفوا الكوارث اللي حتصير في هذه المنطقة. هنا في البحرين كذلك، في منطقة جد حساسة، منطقة الخليج العربي. فكل هذا الكلام لأستنتج أن هذا الوعي البيئي في غاية الأهمية. بالأمور الصغيرة ممكن أن نصل إلى الأمور الكبيرة. لما نفكر محليا ممكن أن نتحرك شموليا في العالم كله. فهذا العمل الميداني هو في الحقيقة نموذج لذلك الوعي البيئي والإيكولوجي الذي يجب أن نتربى عليه. وهنا أتوجه لهؤلاء الصغار الذين في الحقيقة سيحملون مشعل التحدي، وتحدي البشرية هو في البيئة، لأن من خلال البيئة ممكن أن نستمر أو ننقرض. وهذه أمانة، لأن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لنحافظ على هذه الأرض، وهذا واجب، واجب روحي وأخلاقي، وكذلك يتحتم على الجميع أن يدعم مثل هذه الأعمال التي تتسم بروح المبادرة وتتسم بروح الجرأة والتضحية ونكر الذات. فالعمل الميداني مش سهل، لأن الواحد ممكن إحنا قاعدين نتابعوا هذه الأمور، بس شغل وتضحية. فمرة أخرى تحية للدكتورة مهندي خولة، وتحية للإخوان والفريق كله من الذين اشتغلوا على هذا العمل المشرف حقيقة، واعتبروا نموذج للعمل البيئي في العالم العربي. ونحن في المغرب نفتح باب الشراكة وباب التعاون بتجربتنا المتواضعة. وتعلمون جميعا بأن المغرب احتضن المؤتمر الدولي للكوب 22، فبتجربتنا المتواضعة كمجتمع مدني وكحتى أجهزة حكومية نحن دائما مستعدين للتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة للعمل من أجل هذا العمل المشرف والهام الذي يهمنا جميعا. وشكرا جزيلا. شكرا سعادة الوزير. شكرا كلمة جميلة يا أستاذ. كلمة جميلة. نفتح. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. الله يخليك. ما قصر. شكرا على حضوركم. شكرا على حضوركم. نبتدي النقاش طبعا بنختصر الأسئلة، ما في وقت. اللي عنده سؤال مهم جدا جدا يحس ملح من أخ صوته، فتفضل استاذ. اسمك بالخير. أولا السلام عليكم. عليكم السلام. جزيلا يعني على الترتيب. نسم بالخير استاذ خالد السعيد. حياك الله. طبعا أنا غواص أرض أسبوع. شكلنا وبيتنا ثاني البحر. الحمد لله يعني قاعدين نشوف السلاحف كل نزلة بين ثلاث نفس نزلات. للأسف يعني أحيانا نرتب رحلات الشباب على أساس يستانسوا معنا في الغوصات. يعني نشوف السلاحف انبهرون. دعونا نصور مع أخوي حسن. يجون الشباب ويلقون نفس مطار مواقف رسالته صالتنا. احنا نستاء من هالحركات، ولكن يعني في بعض الشباب يصيروا من حماس يقول لك بصور سيلفي ولا هاي. هل هذه الحركه يعني صدق مضر صحه، ولا شنو الطريقه اللي مثلا واحد جوجل بياخذ ذكرى او فيديو بسيط بحر اخذ نصيحه حق السوشيال ميديا ولا هاي؟
شنو افضل طريقه ان الواحد يتدرب للسلحفاه وياخذ صوره؟ لان هاي طبيعه الانسان. قصدك شلون يتدرب ياخذ صوره سيلفي ويا السلحفاه؟ شلون يتدرب للسلحفاه؟ ما فهمت سؤال اخوي تفضل. يعيد سيارته. فهمتي؟ اوكي. شلون يتدرب؟ حسست سيلفي في المحل. اوكي تفضل. شلون نقدر نتدرب بالسلحفاه بدون منظرها؟ اوكي. يعني طيب شكرا. بناخذ ثلاث سؤال. اوكي. مع الايه جعفر دكتوره هدى المطاوع باختصار لو سمحت اخواني. تبعت لك تاخذ سيلفي دكتوره ولا شلون؟ اوكي. شكرا للدكتوره خوله يعني على هذا الجهد. من بارك لك يعني من جهدك مبين. عندي الله يسلمك ملاحظة. أنا كنت في أمريكا على المحيط الهادي عند أوريغون. كان في صياد يعني من الهواء يصيد قواقر كبار ويرد يقطهم في البحر. فأنا قلت له عطني إياهم مش لقطهم. يقول لي إيش أنت بخيلة يعني بس أنت أود تعرف ليش لا أنا لقطهم. قلت له إيش لا يعني قلت كبار يعني وما يعني حق الصياد. اللي يقول لي لا هذين كله إناث اللي أنا لقطهم ممنوع. تبين أنا أعطيك هذه قبة واحدة وأنا أدفع $5,000 يعني شوف شلون يعني في قوانين إحنا ما نعرفها. أتذكر من يوم إحنا صغار لأحين أهلنا اللي يقولون القبائل فيها بيض يعني ويه هذه اللي مو بزينة القبائل اللي ما فيها بيض يعني تصوروا يستقصدون إن يشترون قبائل فيها بيض برا $500 على القبائل الأنثى يعني ولازم بعد إذا يعني صادها القبقب وأصغر من حجم معين بعد له ضريبة يعني انتقاب. فيعني هذا شلون هذا الوعي مو عندنا احنا؟ لا ما موجودة. شكرا دكتورة. استاذ جعفر. استاذ جعفر. استاذ جعفر. اختصار اخوي جعفر استمح لك بعض لو سمحت اخواني بس اول شيء سامحونا المكان من مكشفه مجال اخواني تحيه لاستاذتنا استاذه خوله والفرق اللي تقيدها كلها طبعا يعني فرق تطوعيه وتعمل على الحفاظ على البيئه يعني بس انا اللي للاسف عنوان وايد ويودنا على شغله واحده اللي هي السلاح يعني بصراحه فاجأت أنا توقعت إن الموضوع يكون شمال كثير البحر والبر والشوارع والسيارات والعوالم والقضايا مهمة. أخذنا الليلة اختزلنا كل محاضرتنا أستاذ خولة ما نحصلها على طول يعني في سنة حسنة نحصلها. كنت أتمنى أول شيء إن تطلق للكثير عندنا من الآن. النقطة الثانية يا جماعة أنا يعني أنا أشوف إن يعني قوانين خاصة أو حتى الدسالة في السلونة قد يكون في عنوان قوي وهذا المطاق عليها لكن على الأرض ما في تطبيق لهذه القوانين اللي تدمن يعني التلوث في البلد يعني السيارات قاعدة سيارات حالة تلوث قط دخنة والعالم تموت سيارة تذبح لها بشر في 10 دقائق اللي يقوم في الشوارع ما حد يقول له إي ولا لا هاي قصور في القوانين الثانية الثالثة اليوم انجلترا فارضة رسوم 10 جنيه شهريا على السيارات النتيجة اللي صار لها 10 سنوات يعني قاعدين هون يحطون على بيئتهم فرق مختلف اتمنى ان احنا قوانيننا تكون ايضا بعد قوية شكرا اخوي جعفر استاذ مبارك العظيم استاذ مبارك العظيم تفضل صلاح أن أحيي كل المحبة دكتورة العزيزة والرائدة حتى بخانة دكتورة مثل ما أجمع أول شيء أرحب الجميع إخوان وأعزاء أصدقاء المركز ضيوفنا أحبائنا أصدقاء جمعية أصدقاء البيئة من بعد أكبر أصدقائنا
سعداء بهذا التجمع وبهذه يعني الرؤية لأهمية موضوع البيئة. البيئة مشروع دولة وهم إنساني يجب أن يكون في حجم الهم. أنا أحيي دائما مبادرة الأولى اللي قادتها أختي خولة طبعا لا شك سنوات طويلة. صار لي فرصة أن أخدم على مستوى الدولة قضية الحماية البيئية بشكل عام، اتخاذ مشاريع قومية واستراتيجية كيف تكون الحياة البحرية أحد دوافع تطوير السياحة في العالم. الآن هي أهداف العالم. أنا أعتقد طبعا أن نبحث في هذا الجانب، لكن كان بهمي أن أحيي هذه الأخت الجميلة على عطائها المتجدد. ولكن في نقطة مهمة جدا أخوان، القضية مش قضية جمعية وحب شخصي ومجموعة، هذه هم إنساني وهم دولة وهم يعني محيط من العالم اللي أهمال فيه قاعد يزيد. الجشع الموجود عندنا قاعد يقضي على أهم قضايا وجود هذه البيئات المهمة جدا استمرارنا احنا كبشر، غذائنا، ايماننا، تنفسنا. ترى احنا للاسف عبادة القضية تهم ناس دون الاخر، القضية تمس الكل. اللي انا سعيد جدا فيه اكيد معرفة الدولة ان الحكومة بدأت تاخذ جدية في اتخاذ تقنين الاشياء بمجالس عليا. اول ما كان عندنا هيئات بسيطة، البحرين تملك الان هيئات على مستوى الدولة وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي وعلى الجامعة العربية وبحرص، لأن أصبح الموضوع جدا يعني هام وحساس وخطير نفس الوقت. أنا اللي أقوله يجب أن نقف التشريع إلى درجة أبعد، يجب أن يكون مبادرات لا تنحصر عند أختي خولة بس وتخلون نفس الأنظار على مجموعة، يجب أن يكون هناك مشاركة إنسانية ومجتمعية. الكل مطالبة بكل دور، مثل ما قلت كوش من مشاركة يعني قضية أن أنا أساهم في حضور كذا، لا، التوجيه والتوعية مسؤولية الكل. الأب مسؤول يوعي عياله، الأم مسؤولة تفعل. يعني هذه قضية أكبر تنتقل المشروع الرؤية اللي تفضل فيه وتطالب فيه اختيارك. فأنا أرجو أن يكون هذه دعوة وانطلاق لأن يكون حافز الكل بهاللقاء البسيط علي كيف ندفع، يعني ندفع بقوة وبمستوى راقي. لدينا عمليات كبيرة علمية إعلامية كبيرة يجب أن تستقر صح. شكرا ابو صلاح. استاذ علي من الجواب وكما انا عندي ثلاث اسئله بس باقيين معلش بخلصهم. علي المشاري نسيم بعده وعطي عبد الله اخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه اقدم الشكر الجزيل للدكتوره خولة لجمعيه الصحه والبيئه. انا سؤالي يتعلق بالتشريعات بخصوص التشريعات اللي موجودة في البحرين حول حماية البيئة. شنو يعني ماذا رأت الجمعية أو مبادرات الجمعية في إيجاد تشريعات أخرى؟ هل يعني درست الموجود ومحتاجين تطوير إلى آخره للحفاظ على هذه المسألة؟ النقطة الأخرى اللي أشرتين إليها من خلال حذاري إن الماء مهم جدا للحفاظ على البيئة، وخاصة يعني موضوع الحزام الأخضر. يعني اللي حاصل حاليا الناس تحب يعني أهل البحرين يحبون الزراعة وهذا شيء طيب له تأثير على البيئة، ولكن هناك تكلفة إضافة إلى أن الجهات المختصة. أنا أتكلم عن نفسي، أتذكر أنا كنت أزرع أجي الظهر بعد العمل البلدية تزيل كل الزراعة اللي أنا، وهذه مأساة يعني مو عارفين يعني شنو يعني على أي أساس. شكرا سعدي. تفضل عطية طوال. آسف نسيمة. لا بس ما أعرف ما أعرف. دكتورة
مهما أشكرك ومهما أقول بكون مدخرة بحاجة. فعلا أنت إنسانة يحتذى بها، يعني تخلين الواحد يقول ليش أنا ما سويت الربع اللي هي تسويه. فإن شاء الله وعد مني أن أخلي أحفادي ينضمون في برنامجي. عيالي كبار خلاص. واحد الشيء الثاني، من ضمن الكلام اللي قلتيه كأن ذكرتوا شيء عن السلاحف اللي في الكونتينرات الكبيرة في المولات، هذه شيء صحيح أو غير صحيح؟ إذا غير صحيح، إحنا عندنا في مول في سار مول كونتينر في يمكن عشرات أو يعني عدد كبير من السلاحف اللي تقريبا بهاي الحجم، وفي كونتينر واحد ومثل ما قلته وفي يعني اتموسفير بارد، فهذه اعتقد يحتاجون الى انقاذ. يعني هذه اول صوت مثل ما قلت واتصلوا، فانا اقول علنا انقذوهم. شكرا شكرا شكرا. عطيت الله اخر متداخل خلاص. شكرا دكتور خولة، وأظن يعني من شفناه في 2013 يا سلاحف بعد سلاحف من البيئة. وفي الواقع أهم تقريبا هاي المحاضرة ما تصير في هذا الصف عن موضوع البيئة، لأن حياتي ويتوقف على حياة الإنسان البشري اللي هو على الكرة الأرضية. بس سؤالي، هل مشاركتكم مع المؤتمرات الإقليمية والدولية هل في تواصل؟ من أكبر هذا واحد، من أكبر مؤتمر اللي صار في باريس قبل سنة وستين أخذوا قرارات جدا حاسمة قوية، وضعوا 30 مليار في إنقاذ حياة البشر على الأرض، لأن قاعد ترتفع درجة الحرارة 2 درجة وقاعد تسوي كوارث. الكوارث اللي قاعد نشوفها كل من هذا الشيء، البوزون وفتح البوزون، هذه شيء في الواقع احنا بعد شركاء البحرين كل الدول كل العالم مثل ما تفضل استاذ محرك ان فعلا الخطر جاي. وفي شيء ثاني، البحرين قاعد كان في حزام اخضر، وهذا الحزام هل قاعده تزيد او تنقص؟ والشيء الثاني سؤالي ان هل جمعيه الاصدقاء قامت بمبادرة في السنة أو سنتين كل بيت يكون في شجرة، لأن تدرين أن هذه الشجرة كل بيت يشتد يصير يحافظ على ازدياد الأكسجين وتغطية الجو. شكرا شكرا سعادة. تفضل دكتورة الإجابة. أنا بحاول أن أعطي إجابات شاملة على الأسئلة من غير تحديد الأشخاص، بس في البداية بشكر أستاذ جاسم القصير وأقول لأن الفترة اللي كنت استمع أخوان لو سمحتوا، الفترة اللي كنت أنت فيها في الموقع الحكومي تقدر تساعد فيه ما قصرت، رايتك بيضة وعسى كل حد في موقع اللي يقدر يساعد فيه سمع. بجاوب على الأسئلة. أول سؤال بخصوص كلكم راعٍ وكلكم مسؤولين عن رعيتهم. أنا أعتقد أن هذه أجمل رسالة أنا سمعتها اليوم، أتمنى أن الكل يتذكرها، يعني عقب ما تخلص الندوة وكل اللي يرجع لحياته رجع أن تذكروا هالشيء. جمعية أصدقاء البيئة إحنا سعيدين أن إحنا نقوم بنستطيع عشان نحمي البيئة، لكن حقيقة أن نحققها جدا 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 ضئيل. إذا ممكن لكم تعاونتوا، إذا ممكن لكم قدمتوا تقدرون عليه، دورنا سيبقى جميل ولكن لن نستطيع أن نغير أشياء كثيرة. السياحة البيئية بتكلم عنها من أكثر من منطلق. أنا أعتقد السياحة البيئية هي الحل. 2003-2004 أنا كنت مؤمنة تماماً أن حماية البيئة والتنمية المستدامة تتحقق من خلال السياحة البيئية، لأنها عبارة عن استثمار، عبارة عن تطور، عبارة عن عمل، ولكن يخلق فرص لحماية البيئة. هل تطبق بشكل صحيح في العالم؟ معظم الدراسات اللي احنا درسناها كان تطبيقها سيء جدا، خذوا الاسم إيكوتوريزم بس في النهاية كان سيء جدا للبيئة والمجتمعات. أنا أعتقد في البحرين وايد زين إن احنا ماديين
نخطو في هذا الاتجاه، لكن مهم تكون في قوانين ومعايير دقيقه جدا. لما يغوص على سبيل المثال الغواص بيكون معاه ناس ثانيين اقل وعيا. انا اعتقد السؤال بجربه بطريقه مختلفه. قبل لا يغوص اي غواص في البحر، بالنسبه لي انا، بالنسبه لمفهوم السياحه البيئيه اللي انا درست الماجستير فيها، يجب ان لا يغوص اي شخص في البحر قبل ان يتلقى تدريب، مش بس تدريب لتعقيم مياه المجلس الاعلى للبيئه بارك الله فيهم اللي الحين يسوونه، لا، تدريب من نوع اخر، معنى السياحه البيئيه، معنى ان تكون هذه الغوصه لصالح البيئه. انا ما انتظر لما هو يفكر انا خاطري ان انا امسكها ولا اصور معها سيلفي، لا، انا كنت هيئتها من قبل ان يدرك انك عندما تغوص في هذا البحر، يا الله كم انت محظوظ، يا الله كم انت يجب ان تكون ممتن للاله العظيم اللي خلق كل هذا الجمال. السلحفاه تغوص في اعماق البحار ما لها علاقه بالبشر. السلحفاه اللي جبتوها احنا كنا قريبين منها، دكتور من اهلي موجود، ما كنا نقترب منها الا للضروره القصوى، واحنا نعالجها واحنا ناخذ منها عينات دم واحنا نحاول ننقذ حياتها. السلحفاه ليس لها علاقه بالبشر بتاتا، يجب ان نقترب خاطر احد يصور مثل افلام الله يبارك فيه حسن جناحي، صوروها من بعيد بس لا تقتربوا منها، لا تخلق اي كوميونيكيشن. يعني اللي انا دابا انصح بشيء، انت قم بهذا الدور الغائب قبل اي احد ينزل معك غوص، وقعد معاهم لو حبيتوا، احنا بنيكم لو حبيتوا بننضم حق برامجكم، ان نقعد معاهم نص ساعه بحيث يفهمون أن دورنا في هذه الحياة أن نتنعم بكل ما هو موجود دون أن نؤثر فيه سلبا. وترى تأثيرنا السلبي موجود كل يوم. لما ندوس على ساحل البحر، تعرفون نحن نقتل كائنات حية؟ وانت تدوسون على ساحل البحر لأن في كائنات دقيقة جدا، لما تروحون في حديقة وتدوسون على الحشائش تقتلون بعضها. نحاول أن يكون أثرنا في هذه الحياة أقل ما يمكن من جهات السلبية ونضاعف الإيجابية. يعني أنا أقترح أن تكون في مشاريع حق لما ينزلون يغوصون تخطط لها من قبل ما ينزلون، لا تخليهم في ذيك اللحظة يقولون لك أقدر أسوي كذا وما أقدر أسوي كذا، خلهم مستعدين من قبل. وأنا أعتقد البحرين كلها محتاجة هذا التشريع. هل عندنا تشريعات كافية في البحرين؟ عندنا تشريعات بيئية جميلة جدا جدا، لا تطبق لا تفعل، ناقصة، نعم في أشياء ناقصة. كان لنا دور، نعم قدمنا احنا بروبوزلز من قبل، راجعنا التشريعات البحرينيه، اتمنى ان تتطور. لذلك احنا عملنا مجلس نيابي عن قرب، وان شاء الله يا رب ان احنا نشوف تطورات. بس في النهايه يعني ارجع واقول انا بديت فيه، نحن نصنع من يصنع القرار، نحن نحاول نؤثر في القرار لكن لا نستطيع ان نصنعه. الحزام الاخضر، نعم ناس يملكون أراضي في الحزام الأخضر سبق أنهم أخذوها من المتعهد هو طبعا المتضمن، هو الفلاح أو المزارع البحريني يزرعها ليل نهار، في النهاية لا يملكها ودمرها قدامه. أيضا في قصة بطريقة مختلفة، مالك الأرض يجبر أنه يبيع أرضه لمشاريع حكومية أو مشاريع عامة. الحزام الأخضر شنو وضعه اليوم؟ وضع سيء جدا. احنا سنة 2003 كان وضع الحزام الاخضر افضل من اليوم، 2003 2004 كان عندنا، 2005 كان في نواب يدافعون عن الحزام الاخضر ويسالون الوزير المسؤول. حاليا هذا الشيء غير موجود، طبعا غياب دور النيابي جدا جدا يعني فخره كبيره، يجب التعامل معها، لان دور التشريع مهم جدا، لكن حتى بعد دور التشريع دور التنفيذ ايضا. مؤتمرات الدولية والإقليمية نحاول أن نكون على تواصل، طبعا مو كل مرة نقدر نروح، احنا جمعية تطوعية، معظم الأشياء احنا نغطيها من مالنا الخاص، مو دائما نقدر نروح مؤتمرات إذا ما دعينا لها. حضور المؤتمرات مهم لكنه مش أساسي، ياما مؤتمرات حضرناها وقرروا فيها أشياء وفي النهاية ما صار شيء، في المقابل في مؤتمرات وفي ورش عمل وفي ندوات لما نروحها نرجع منها بقيم عالية جدا جدا نستطيع من خلالها نخلق تغيير. بالنسبة حق حجم الأسماك وحجم الصيد والمعايير، نعم فعلا احنا محتاجينها في البحرين. أنا تدربت في فلوريدا في بسكين باي، في محكمة بيئية أسبوعية، يعني لو في قضية بيئية تنتظر أشهر أحيانا سنوات، توجد محكمة
محكمة بيئية أسبوعية يوجد قاضي بيئي يبت في القضايا البيئية لأنها قضايا مستعجلة كل أسبوع، وكلها قضايا تمس مثلاً الصيد الجائر، تمس تلويث البحر. لذلك الوعي البيئي عالي، ليس فقط لأن هناك حملات توعوية لكن هناك عقاب وهناك محاسبة. آخر نقطة أنا كنت أفكرني، أتمنى لو كان عندنا وقت أكثر، أعطونا وقت أكثر بنكلمكم عن السياحة البيئية، بنكلمكم عن الأمن الغذائي، أحب أتكلم عن المسؤولية المجتمعية، إدارة النفايات في البحرين، تلوث الهواء، قضايا عديدة إن شاء الله إذا صار عندنا وقت بنقولها. بالنسبة لندوة اليوم إحنا غطيناها بالمعنى اللي إحنا قصدناه، بالرسائل اللي إحنا كنا قصدين نوصلها، ما نقدر نتكلم في كل شيء، بيئة علم عميق جدا جدا. السلاحف بروحها علم لم نوفي حقه إلى الآن، لكن إن شاء الله الجايات، وأتمنى جاوبت على كل الأسئلة. تقريبا نعم. وأهلا أهلا بأعضاء برنامج ريم الجدد، دائما هذا الشيء يملأني سعادة. شفتوا أنتوا هاشم لما كان يتكلم من أي عمر طب؟ 5 سنوات. من 5 سنوات بس يكونون يعني في البداية تكونون أنتوا موجودين معهم لحد ما هم يتعودون على المكان، بعدين هم في أمان. وين الموقف؟ محرك جمعية الصيادين قريب من خط السواحل، مثل ما قالوا في الخميس الساعة 5، فتقدرون بس تشوفون هناك تلاقونا. شكرا دكتورة، شكرا على هالإجابة. طبعا أنا يعني لازم نختم، كل اللي بقوله إن أنا حيي الدكتورة مرة ثانية، وأنا واحد من اللي عاصرها واجتهاداتها ويعني حرصها على البيئة. في يوم من الأيام أجرت قاربين ورحنا خليج تبلي ويا مجموعة من النواب ومجموعة من يعني أعيان البلد، تراوينا بس شجر القرم شلون يعاني من التلوث وهو مصدر كبير حق تغذية الربيان والأسماك، يعاني من التلوث الماي. الواحد لما يشوفه يقول كيف يعيش في أي كائن حي الماي، كب النفايات والصرف الصحي وإلى آخره. دكتورة يمكن أنا إذا ما تخلي الذاكرة، لما تمرون على اللوغون او الخليج مال دوحة عراق وتشوفون قابة جميلة من شجر القرم، اظن دكتورة انت كنت من قرصوا هالاشجار ذي الرسم القصير بعد، يعني الواحد يضرب التحيه لما يشوف ذي الاشجار عبر كم سنة صارت قابة خضراء في البحر، وهذه شقد تنفع الاسماك وتنفع هاي جهود كبيره. فشت العظم كان في يوم من الايام خطط ان جسر قطر يمر عليه وانتهينا، يعني ما في مشكله لولا الوقوف هذه ولولا الصمود وتغيير القرار. فالدكتوره لها ايادي برغم شحه الموارد برغم الصدام، لان الانسان لما يبي يعني اي واحد عنده نفوذ وانت تبي تقول له وقف اكيد بيحاربك في انه يبني مزرعه يحول مزرعه الى بناء، هذا شيء طبيعي يعني. فانا يعني احييه، بس بقول شغله واحده من المساعي اللي قال قدام الدكتوره اخذ السلحفاه احنا هني مره واحده اللي اكرر القصه ان احنا مره واحده كنا قاعدين نقدم امسيه، ويعني عاده ان المكان نظيف وعندنا بعدين اللي مكرم السامع يصيد الدبان وما شنو، فما عندنا حشرات يعني كل شيء اوكي. فجاه يعني بعرف شلون بقى الواحد ساعات يتوهق، لقيت علينا خنفسان هالكبر جنه لغم تطير قاعد تطير هالكبر شيء اسود قاعد يطير علينا. طبعا احنا في الاجواء العاديه طبعا بيقولون لنا الشباب يعالجون الموضوع بطريقتهم يعني جدام خاونا، احنا كلنا قاعد نطالعها ونسلم عليها عليكم السلام طايفه مني حياك الله، راحت منا بعد واحد ياخذها سيلفي او شيء بعد. فمرت السالفه بطارينا تذكرين دكتوره؟ اي فقدام الدكتوره طبعا اي كائن حي، وانا اقول صح كلمه الصح ان اي كائن حي له حق الحياه يعيش، ولا يحق لك تعاقبه الا اذا ما قدرت تتجنب اذاه. حتى الوزخة إذا أنت ما تقدر تتجنب أذاها لا تقتل كائن حي، وهذا يعني تراولي مبدأ يعني أوكي. طبعا هناك إعلان يوم الأحد
يوم الاحد سلمكم الله في تدشين كتاب اسمه ريميات شعر لريم الحمادي. انا بكون المقدم وبيكون كتاب شعر بالعاميه، وانا اشجعكم ان تجون لان في الكثير من الشعر الجميل وبنلقي عليه الاضاءه ان شاء الله باذن الله في يوم الاحد اللي هو اصابه 29 اكتوبر. هناك تكريم لاعضاء ريم. طبعا انا اول شيء قبل لا انسي تكريم ريم كلهم، عندنا قطب كبير وعمود من الناس اللي مشت مع جمعيه البيئه والدكتور الاستاذ علي مطر. قاعدين مسكاتي ولا كأن احد الرواد يعني، لكن اديك التحيه استاذ دكتور. فبعض المرات في احد يمكن ما شفته او نسيته، بس انا اتذكر الدكتور علي مطر ما شاء الله عليه وجهوده الكبيره. دكتورة افتح لك المجال التكريم وبعد احنا بنكرمك يعني. ما شاء الله يعني شد من التكريم يا قوم. زين. انا ببدا حيث انتهى استاذ عيسى الدكتور علي مطر من اعضاء المجلس الاستشاري جمعيه اصدقاء البيئه. لما اسست جمعيه اصدقاء البيئه سنه 2000 خبرتكم ان 85% من الموجودين كانوا من فئه الشباب. كنا محتاجين الى مستشارين في كل مجالات الحياه. دكتور علي مطر واستاذ حسن بوحجي الله يعطيه الصحه والعافيه كانوا من اثنين من المستشارين اللي كانوا معنا في جميع الخطوات من بداية للنهاية. أستاذ جاسم القصير الله يعطيه الصحة والعافية، دورهم عظيم ولا زال مستمر. اللي أنا بقوله من خلال هذه الرسالة أن جميعكم تستطيعون أن تقدموا شيء جميع أصدقاء البيئة. يعني دكتور مبارك أمان من أعضاء جميع أصدقاء البيئة الخبراء في مجال المياه. أنا أعتقد أنه مهم جداً أن إحنا نعرف عن الوضع المائي في البحرين، ومهم جداً أن نعرف إحنا إيش لازم نسوي في كل لحظة. التكريم اللي بنقدمه هو تكريم حق الفريق البحريني لإنقاذ السلاحف البحرية. السبب في هذا التكريم اللي هي متأخر 4 سنوات، أن أنا تمنيت خلال هال4 سنوات أن جهة من الجهات تنتبه إلى هذا الفريق. هو عبارة عن بياضرة أطباء، عبارة عن بيئيين متطوعين شباب أطفال صيادين من فئات مختلفة من جهات مختلفة، كلهم كونوا بتطوع تام، تطوع في وقتهم في جهدهم في خبرتهم، كونوا للبحرين فريق قادر على إنقاذ السلاحف البحرية. هذا إنجاز عظيم جدا جدا لم يكن موجود في البحرين قبل 2013. أنا اليوم لما أحب أن أنا أكرمهم باسمكم كلكم وأن يكون من هنا من هذا الصرح الرائع الثقافي الذي يحوي الحب قبل أن يحوي العلم وقبل أن يحوي الثقافة، من هنا لأقول رسالة واحدة فقط، أن هذا الفريق يحتاج إلى دعم الجميع. عندما نجد سلحفاة تصل بالفريق نعم، ولكن أيضا هذا الفريق يحتاج إلى دعم داعم. يجب ألا يتوقف، يجب ألا يمر يوم تأتي فيه سلحفاة إلى ساحل البحرين مستغيثة متألمة مجروحة مريضة ولا تجد من يساعدها. يعني أنا في نظري أن هذه جريمة في حق الوطن، لأنها لم تلتجئ إلى سواحلنا إلا ولديها أمل. أكيد. وهناك من يستطيع أن ينقذها، لكن نحن محتاجين الجميع يعمل معا لأجل أن يتمكن هذا الفريق من تقديم المساعدة في الوقت المناسب. دكتور عبد الجليل زينب بالنيابة أو واحد معلش شغل. دكتور إبراهيم عبد القادر. دكتور إبراهيم عبد القادر محل. جمعية الصيادين. لا رئيس سمو أو نيابة عن جمعية الصيادين. دكتور محمد علي سعد. دكتور محمد علي سعد ما
اللي هو قراءة اسمهم بحد ذاته. ما عليك. أوكي. فهد عبد الغفار. استاذ فهد عبد الغفار. تحية يا أبو فهد. حبيبي. فهد طبعاً بطل من أبطال الفيلم. هو أول واحد بيستلم هذا الدرع. هذا درع خاص لفريق البحرين. تستاهل يا فهد تستاهل. هذا لازم أقول لكم. طبعاً هذا الدرع أنا أعتز فيه جداً. إحنا صممناه بالفخار البحريني. قد يبدو خشب بالنسبة لكم، هذا فخار بحريني. كل ما فيه ينطق بحرين. وعليه اسم الفريق. وفهد أنا أشكرك. مو بعد اللي قدمت 2013 بس، اللي قدمته كل هالسنوات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكراً يا فهد. شكراً أخي فهد. سعادة الأستاذ جاسم الجيران. أستاذ جاسم الجيران. جيران. إن شاء الله يوم من الأيام تستضيفون جاسم الجيران. إن شاء الله. أجمل قصص بحرية على البحر جميلة. إن شاء الله بإذن الله. اللي بعد اخوان. السيد عيسى عبد الله الدوادي. عيسى عبد الله الدوادي. عيسى انقذ سلحفاه قمر رمضان من بحر الحد. وهذا بحار ابن بحار ابن بحار. الاستاذة مريم خليل الدوادي. استاذة مريم خليل الدوادي. مشكور على هالفيلم الرائع يا مريم. يا ريت. يحيى ومنذر. يلا حياكم. يحيى ومنذر صورة مع مريم لو سمحتوا. منذر أول كان أشرف ويحيى أذكركم. تصفيق يا جماعة الفريق. أهلاً. من اللي تكلم عن السلحفاة مريم؟ فاطمة زمان المذيعة في الإدارة. جميل جميل. تركي خالد مناصير. تركي خالد مناصير. تركي هو الجندي المجهول في الفيلم. هو الشاب اللي غاص في البحر. لما كان البحر يتجمد بالبرودة أنا نزلت في البحر بس ما غاص. تركي كان يغوص لأنه لازم يسحب السلحفاة لمكان ثاني. وكان له أدوار عديدة في جميع السلاحف اللي أنقذها. بارك الله فيك تركي. أكيد. مشكور يا أستاذ. عضو برنامج ريو. ما يتخرجوا منها. اللي بعده. ليلى خالد مهندي يستلم عنا بالنيابة هاشم كوهجي. بالنيابة هاشم كوهجي. هاشم. الأستاذ زياد الرويعي من المجلس الأعلى للبيئة. أستاذ زياد الرويعي من المجلس الأعلى للبيئة. نشكر المجلس الأعلى للبيئة، كان لهم دور كبير في تسهيل الأمور. طيب. الدكتور هاشم السيد من عمادة البحث العلمي. دكتور هاشم السيد عمادة البحث العلمي. مش موجود. السيد حسين المغني. حسين. السيد بنيامين نيكولز. دكتور بنيامين نيكولز. بنيامين نيكولز كان لما يشوف سلاحه في أي مكان يبلغنا. مش قديم. لكن تكلمنا عن عدة
سلاحف من بينها اللي ذكرت سارمور، من بينها كانت سلحفات سارمور وقدرنا نقتلها. مستشفى الملك حمد الجامعي. الاسم؟ شكرا. مستشفى الملك حمد الجامعي ما قصروا، كنا محتاجين لأدوية خاصة جدا جدا مش موجودة كثيرا، وكانت السلحفاة موج بالذات حالتها خطيرة جدا وما نقدر ننتظر لحد ما يكون. ما قصرتوا، بارك الله فيكم، نرجو أن نتوصل حق لواء تحياتنا. فيصل در ياريت تبلغ أن صح هو مش عضو في الفريق، لكن احنا حابين أن يحتفظ بيها، لأن لولا التسهيلات اللي أنتم قدمتوها ما أعرف موج كانت تكون حالتها. شكرا وبارك الله فيكم. دكتور ميلا This looks like Moj very much. الدكتورة فريدة عبد الرزاق محمد علي الله يرحمها. الدكتورة فريدة كانت معانا ساعدتنا في كل المراحل. لما احتجنا ان احنا نحضر دم السحر، لما احتجنا ان احنا نجري تحاليل طبية، دكتورة فريدة الله يرحمها ويحسن لها يا رب ويعوضها خير ويصبر اهلها ويقويهم، كانت رائعة معانا بكل معاني الروعة. حتى لما كانت مريضة كانت معانا بقلبها، كانت تسألنا يوم اللي هي ما تقدر تجي، كانت ترسل احد من البياطرة اللي معاها. أنا باسمي، باسم جمعية أصدقاء البيئة، باسم الملتقى وباسمكم كلكم، تحية تقدير وتحية كبار حق هذه البحرينية العظيمة لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بيعوضها كل خير. تحية للدكتورة فريدة. استلم بالنيابة. احنا فخورين جدا بالدكتورة فريدة. الله يرحمها. اخيرا وليس اخيرا، هذه السيده من الدومينيك الرائعه اللي كانت معنا قلبا وقالبا. في الميكروفون دكتوره. السيده دانيلي رومانو من الدومينيك، وقفتين في البحرين، وكانت معنا في كل مراحل انقاذ السحابه، وكانت معنا بطرق مختلفه. تحية لها. أنا ما كنت قابل بحرين، ما أشوفهم إلا بحرينيين، مش مهم شو الجواز اللي في يدهم، لكنهم بحرينيين بمعنى الكلمة، كانوا معنا في كل شيء هما وحبا وعملا. And this is a very special trophy made specially for this amazing. Thank you. Shukran. احنا نحب ان احنا نقدم مدار خاص حق مرتضى.
وفي أوقات مختلفة لدرجة أن بعض الاجتماعات اللي كنا نعقدها عنده وكان هو اللي عايشينا في ذاك اليوم وهو اللي يرتب لنا الاجتماعات وهو يعطينا من خبرته. تحية الدكتور علي مطر. يستاهل دكتور علي، يستاهل. عضو من أعضاء الجمعية أتى لنا من بلد آخر ليحضر هذه الفعالية فقط ويعود. هذا العضو هو المسؤول عن عمل جميع نشرات الجمعية من 7 سنوات إلى اليوم، وهو لا يعيش البحرين. يعني مرات عديدة أنا أسأل من يدير الانستغرام؟ أشباح؟ لا، ليسوا أشباح، هم أعضاء رائعين لا ترونهم، ليسوا أشباح، أنتم فقط لا ترونهم. هم أجمل وأروع ما في هذا الكون، لأنهم قدموا وقتهم وجهدهم لأجل العمل البيئي دون مقابل. باسمكم أحيي ضيفنا، ضيف البحرين، الأستاذ ماجد عقيلي. من أي دولة أستاذي تكون؟ من السعودية. لا بس مش من أي مكان، من جيزان. ونعم الله، ونعم ما قصر. خلصنا؟ طيب الآن إحنا طبعاً بسمكم جميعا نكرم الدكتورة خولة الهنيلي، وطبعا تكريم ممثل فيه شخصيا لكن يتمثل الجمعية يعني للبيئة وكل أصدقاء البيئة وأعضاء البيئة على هذا الجهد الجميل المتميز. الدكتورة الله يكثر أمثالك. يتقدم نائب رئيس الإدارة الأستاذ مبارك العضوي أبو صلاح في شهادة تقديرية للدكتورة خولة. تفضل بصراحة. تصفيق حار يا جماعة للدكتورة. تستاهل تستاهل. تصفيق جميلة يا دكتورة. لسه اوكي. لسه. عزيز هنادي واحمد.